وبالفعل انتهى فعاليات الشوط الثاني واللقاء ما بين النادي الأهلي ونادي الداخلية. أداء أكثر من ضعيف لنادي الأهلي، النادي الأهلي لم يحضر حتى الآن. نادي الداخلية الحقيقة النهاردة تفوق ملحوظ، النتيجة 1-1 في الدقيقة 41 من الشوط الأول، أحرز عمرو مرعي هدف الداخلية، وبنيران صديقة في الدقيقة 76 رشاد فاروق بخطأ يحرز هدف النادي الأهلي، والنادي الأهلي في ظروف صعبة جدا. نروح سريعا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي مع الزميل عمرو مختار، اتفضل يا عمرو. مش خمس دقايق. مو بون بوف بول ويجيب. وده طبعا هيأثر على كرة القدم. خلي الصوت. الصوت النتيجة مش خسارة النهاردة. يمكن في حتت بتعدي عليك كده في المباراة بتبقى مهمة جدا، ونقطة تحول بالتأكيد يعني. معرفش ممكن في الدقيقة 4 في الدقيقة تقريبا 32 أو 33 في لعيب تقريبا من النادي الداخلية كان عنده إنذار، هو اللي ضرب صالح هجوم على فكرة. الحكم إدى إنذار لواحد تاني خالص، معرفش إداله إنذار ليه أساسا يعني، ما كانش متداخل في اللعبة يعني. إن لم تاخدني بقى يعني عناية يعني، عناية ما كانش أو عينينا كلنا يعني، جايب رقم 24 هو اللي ضرب صالح جمعة أو هو اللي اشترك مع صالح جمعة، فأنت لو هتدي إنذار هتدي إنذار اللي اشترك في الكورة مش واحد تاني خالص يعني. طبعا ده كان الإنذار التاني ليه، لأن هو كان واخد إنذار في الدقيقة 17 أو الدقيقة 18 حاجة كده يعني. لكن هي دي كرة القدم يعني، فيها أخطاء تحكيمية بالتأكيد، أو فيها حتى في كرة في الدقيقة تقريبا 91 ولا 92 كده تعطيل اللعب أو تعطيل هجمة طبعا يعني ما فيهاش هزار. انا شايفك كنت متنرفز في الملعب او كنت بتكلم الحكم تقول له كابتن سعيد تعطيل اللعب بانذار يعني كده، استاذنا كابتن جمال الغندور يعني اكيد هيقول لك كده، تعطيل اللعب انذار، تعطيل اللعب او تعطيل هجمه واعده انذار. في واحده وان تو بين مؤمن زكريا ورمضان صبحي في اخر الجيم خالص، طبعا الناس هتمر مرور الكرام كده وفاول عادي وتستوجب الانذار، بس هتروح لواحد هتلاقيه لو تستوجب الانذار هيقول لك ده كان عنده انذار ويستاهل طرد يعني. طبعا هو ما فيش مشكله الحمد لله على كل شيء طبعا يعني، طرد ولا مش طرد، ممكن حد يطرد برضه والنتيجه تبقى عكسيه، لكن الحمد لله طبعا على كل شيء الحمد لله. لكن احساس كره القدم يا جماعه لازم يكون احساس عالي جدا، اي حد بيحكم او اي حد بيمارس كره القدم في احساس بالكوره، في ناس مارست كوره وفي ناس عندها احساس باللي بيمثل. كمان احنا فاهمين ان الفير بلاي ده غلط خالص يعني، فاهمينه بشكل يعني. احنا الدوله الوحيده اللي اي حد يقع مثلا يعني جاله مزاج ان هو يقعد دقيقتين ثلاثه كده يبقى كل ايه لازم يطلع الكوره يعني. يا جماعه مش كده يعني، كده يعني الكوره غير كده خالص يعني. طبعا فرقه الداخليه فرقه كويسه وفرقه محترمه بالتاكيد، وكابتن علي عبد له منا كل تقدير واحترام يعني. كابتن طب طمنا، انا شايف صالح جمعه بيعرق كده، طمنا على اصابته وكل الناس يعني. صالح متالق في اخر ثلاث مباريات، طمنا على كده صالح جمعه. هنشوف بكره يعني، هو ما قدرش يكمل طبعا، لكن هنشوف بكره الدنيا ماشيه ازاي. الاصابه اللي يعني في انذار لحسام عاشور، هو نفس الكارت اللي كان ممكن يتاخد للاعيبه الداخليه يعني. يعني خلينا نتكلم يعني، خلاص بكره هنشوف الدنيا ماشيه ازاي. بكره عندنا اجازه وعندنا قائمه افريقيه وعندنا استعداد لمباراة الاسماعيلي، والدوري زي ما قلت الدوري طويل جدا. احنا كل اللي لعبنا 12 مباراة يعني من اصل 34 مباراة يعني، لحد دلوقتي انت ما كملتش يعني حتى ثلث المباريات او دخلت على ثلث المباريات يعني. انت قلت لي يا كابتن وانا لسه داخلين انا عايز اكلم اللعيبة، قلت لهم ايه بعد المباراة؟ ولا حاجة، هي وارد جدا في الكورة ده، وارد جدا التعادل، وارد جدا لا قدر الله الخسارة كمان، وارد جدا يعني. هي المباريات اللي زي كده بتخلص بالشكل ده، لسه المباريات طويلة والنفس طويل والحياة لسه بدري عليها يعني. الحمد لله طبعا على كل شيء والحمد لله على النتيجة. عندكم قائمة الأفريقية غدا هتبقى الساعة 12 آخر حاجة، استقرتوا على المستبعدين أو ال 30 لعيب اللي موجودين؟ لسه عندنا قعدة مع الراجل بكرة، وهي أنت خلاص يعني أنت القائمة حاطط 30، كل اللي أنت هتعمله إن أنت هتشيل بعض الأسماء. في النهاردة شريف حازم إعارة لنادي سموحة، ففي بعض الاسماء هتتشال يعني اكيد يعني. عمرو جمال هناك كان في عرض لعمرو جمال في الفتح السوداء، هل تم الموافقه عليه ولا لسه في الدوري؟ الله يخليكم بقى، ابعدوا عننا شويه يعني، الناس تبعد عننا شويه، سيبنا في حالنا يعني، سيبنا في حالنا يعني، نمشي اللي نمشيه ونقعد اللي نقعده يعني. الاسئله خلاص انا بالنسبه لي يا كابتن احنا لازم هكملك بس يعني. الاسئله المعتاده اللي اجابتها كل مره يعني بتقول نفس السؤال ونفس الاجابه ونفس السؤال ونفس الاجابه. احنا يا جماعه عندنا شهر يناير، لازم انت اللي توضح. انا بقول لحضرتك اهو، انت عندك قائمه
الأفريقية. القائمة الأفريقية ديت هيبقى فيها معظم اللعيبة اللي انت محتاجة السنة دي بالتأكيد، مظبوط؟ فممكن يبقى فيه لعيب ولا اتنين مش مكانه في القائمة الأفريقية لكن مكانه في القائمة المحلية، ده وضع برضه يعني قائم يعني. يا كابتن انا عايزك تبقى يعني معلش احنا بنسال ان الكلام ان البعض بيقول الكابتن سيد معانا، الكابتن سيد عبد الفوز معانا، هو اللي يوضح لنا، هو اللي يقول. انا بشوف برضه حاجات تانية يعني في حته تانية، في ناس كتير ما بتلعبش ومحدش بيتكلم عليها خالص، يعني تيم النادي الاهلي تيم كبير وعلى عيننا وراسنا، بس كل اسجل الاجابه بتاعتي دي وجهه نظر فنيه. الاعارات او الـ 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 الانتقالات او حتى الاستغناء خالص هيتعرض الامر على الجهاز الفني. الجهاز الفني كان متمسك باي حد يعني، هيفضل حتى لو كان العرض مغري، كان ما كانش متمسك هيتعرض على الراجل. الراجل هيقول لا انا مش محتاجه الفتره الحاليه، هنرجع للاعب. ما انت ممكن يبقى اللاعب عنده رغبه ان هو يكمل، يعني انت في نص الموسم، مظبوط؟ يعني انت في نص الموسم ممكن يبقى فيه رؤيه فنيه ان مالوش مكان في الفتره الحاليه، لكن رغبه اللاعب نفسها عايزه لا. في لعيب بيقول لك لا انا هكمل معاك، يعني هتعمل ايه؟ هيفضل موجود معاك. فما ينفعش ابدا ان انا اقول للعيب انا يعني مش عايزك، فاهم؟ انا ما بتكلمش على عمر، انا بتكلم بشكل عام، واخد بالك؟ فبتكلم بشكل عام يعني لا يمكن هقول لعيب انا مش محتاجه، لا يمكن في نص الموسم. الكلام ده يبقى في اخر الموسم، تمام؟ لان انا وارد جدا انت هتلعب مباراه افريقيه النهارده، بص صالح جمعه ممكن يتعور، حسام غالي طالع بشكوى في الـ في الـ في العضله الاماميه، وليد سليمان امبارح، شريف اكرامي كل 3 ايام او 4 ايام، فانت محتاج كل اللعيبه. طب شريف اكرامي طمنا عليه بره، لا ينزل التمرين ان شاء الله الرحمن يوم السبت باذن الله. ان شاء الله الرحمن لسه ده بقى موقفه لسه ما تحددش لحد دلوقتي. طب كابتن هناك كلام، بعض الكلام طلع ان محمد ناصف خلاص وقع للنادي الاهلي، وايضا عمرو السليله. عايزين نعرف زي ما انت بتقول كده كابتن سيد عبد الحفيظ من المدير الكره يعني صاحب الشأن بهذه الامور. عمرو السليله مساله وقت، لكن محمد ناصف يعني مع احترامنا كامل لامكانياته وقدراته، لكن في النهايه في اداره هو تبعها، هي اداره نادي انبي. لو عايزينه هنتكلم مع نادي انبي على طول، يعني لو احنا عايزينه هنتكلم مع نادي انبي على طول، مش هنتكلم مع اللاعب يعني. فنتكلم مع اداره نادي انبي لان هو مرتبط بالتاكيد، وبرده نفس السيستم هيتعرض على الجهاز الاول يعني، او هيتعرض على المدير الفني. انا عايزك بس تبقى معانا يعني كابتن سيد، واحنا والله بنقول ان الكلام ان البعض بيقولوه يعني ما زعلش مننا. ولا يهمك. ملعب بتروسبورت النهارده والتعادل هيبقى ليه تاثير شويه؟ لا خالص يعني، خلاص هو كده هتتعادلنا هنا وهتكسب هنا، ويعني يعني حال كره القدم. مش عايزين نروح بحث الحاجه، لكن في ناس كتير جدا بتجادل بجدال يعني غريب وعجيب، تقول لك يعني احنا جبنا مديرين الاستاد ده ومديرين الاستاد ده، يعني قال لك ده 68 وده 68، مستحيل يعني. انا قست النهارده وقست وسط برج العرب، مستحيل. لكن مش يعني الفرق بتتكلم في 5 متر في طول او وحوالي 4 متر او 3 متر ونص عرض بالتاكيد يعني، لكن في النهايه برضو مش هوصل لده. نادي الداخليه حقه ان هو يختار بيتروسبورت، نادي اتحاد الشرطه حقه يختار بيتروسبورت، نادي مثلا المقاولين العرب لو مش يعني ما اعرفش هو ما بيلعبش على ارضه ليه، مش عارف يعني، مش عارف برضه، لكن عنده استاد في منتهى الجمال. نادي مثلا طلع الجيش حقه، وانه برضه بيختار الدفاع الجوي. طالما ملعبك حقك وانا هلعب عليه، يعني هلعب عليه نادي بيتروسبورت او استاد بيتروسبورت على عيني وراسي للمنافسه، مفيش مشكله خالص. مباراه الاسماعيلي شايفها ازاي؟ مباراة صعبة مع تيم صعب اكيد يعني، فربنا يسهل. الكرة كابتن سيف، ده كان لقاءنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي. عودة مرة اخرى لك، تفضل يا كابتن. شكرا الزميل المتألق عمرو مختار، وده كان حديث مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي. والحقيقة يعني طبعا هو بيحاول كابتن سيد، مشكورا ان هو يعني يتعامل ويتكلم مع الاعلام، ولكن اكيد النتيجة برضو بتبقى مأثرة. بيحاول يبتسم لكن اكيد من جواه الوضع صعب جدا. مش خسارة النادي الاهلي الوضع صعب، الخسارة الكورة مكسب وخسارة، ولكن الخسارة بلا اداء النادي الاهلي يعني. حتى اللقاءات اللي كسبها الفترة اللي فاتت الامور الفنية صعبة، المشهد مش واضح بالنسبة للناس، الامور معقدة، فما فيش ارتياح. ممكن تخسر بس الناس تبقى مطمئنة ان انت هتكمل وتقدر تكسب. نروح سريعا برضو لباسيرو المدير الفني للنادي الاهلي في المؤتمر الصحفي، اتفضل يا ياسر.
يعني الحقيقه بنأسف عندنا عطل بس في نقل المؤتمر الصحفي لبسارو، ولكن نروح سريعا برضو لضيوفنا. هفكركم النهارده سريعا بنتائج الاسبوع الرابع عشر. ابتدى الاسبوع الرابع عشر امبارح، وكان في النهارده لقاء النادي الاسماعيلي ونادي سموحه وخلص بالتعادل 2-2، ثم الاهلي والنهارده الاهلي مع الداخليه والنتيجه 1-1 زي ما قلت لكم في اداء يعني من وجهه نظري المتواضعه صعب وغير مبشر للنادي الاهلي، وهدف النادي الاهلي من نيران صديقه يعني من لاعب الداخليه رشاد فاروق في الدقيقه 76. كابتن زكريا، مش هتكلم على الاهلي لاني لازم اتكلم على الداخليه الاول واقول له اللعيبه والجهاز الفني على عبد العال مبروك اداء ونتيجه، واعتقد الداخليه فرط في الفوز، انما الداخليه قدر ان هو يلعب قصاد الاهلي ويبقى هو واخد المبادره، هو واخد الريتم عنده، واخد الجيم عنده، ولكن زي ما انت قلت بقى بخطا من المدافع جاب جول في نفسه فالاهلي كسب نقطه. النادي الاهلي مسؤول عن المباراه والاداء بيسيرو، لان لو رجعنا لي وعلى فكره مش مفاجاه النهارده اداء الاهلي انه يبقى سيء، لان لو رجعنا لمباريات الاهلي اللي فاتت هتلاقي انه اتغلب من مصر مقاصه وسموحه، ودول فرقتين يعتبر من الفرق اللي بتادي اداء جيد طوال الموسم. الفرق اللي كسبها الاهلي كلها تقريبا من الرقم 11 لرقم 18، يعني بدءا من طلاع الجيش مرورا لغايه غزل المحله وتعادل مع دجله اللي هو رقم 14. وبالتالي في بدايه اللقاء وبالتالي مش مفاجاه ان الداخليه يؤدي اداء جيد جدا قصاد النادي الاهلي. بيسيرو ليه اخطا في حاجتين في رايي. اولا ان هو ما ذاكرش الداخليه، يعني هو حب ان هو يقول انا اللي حفرض اسلوبي على الداخليه، وده كان مش مظبوط، لانه لما قرر انه يعمل كده قرر انه يغير في التشكيل وفي التكليفات، يعني واضح ان هو مصر على ان يبقى في لعيبه في وقت واحد في الملعب ولكن بتكليفات مختلفه، زي وجود عبد الله السعيد ناحيه الشمال، صالح جمعه، صالح جمعه موجود في القلب، وحسام غالي وحسام عاشور الاربعه. صالح جمعه بيغيب عن ماتش الاسماعيلي اصابته بجزء في ماتش، كان واضح كان واضح ان الاصابه شديده بالنسبه لصالح. انما لو قلنا الشوط الاول في وجود صالح جمعه لغايه لما طلع، لا كانت في مشكله في الاداء في النادي الاهلي، في مشكله في التكليفات اللي موجوده للعيبه سواء عبد الله السعيد اللي انا دايما بحس ان بيسيرو عايزه في الملعب بس في اي مكان، يعني حسام غالي ما يلعبش زي الماتشات اللي فاتت بيلعب مكانه، حسام غالي رجع راح موديه ناحيه الشمال في مكان، لو عملت مقارنه رمضان صبحي ناحيه الشمال ولا عبد الله السعيد، لا رمضان يبقى رمضان. يبقى هنا انت بتستفيد بلعيبه بس مش بتستفيد بامكانياتها عشان تتوظف مظبوط. اعتقد ده كان اول خطا لبيسيرو ان هو ما ذاكرش الداخليه كويس، ما عرفش هو عايز ايه من الماتش، واعتمد على وجود لعيبه بيغيروا له الريتم اللي المفروض كره القدم تكون موجوده، وده ظهر قوي في وجود رمضان صبحي واحمد حمدي اللي هو كان ليه دور في الهدف، لان دول بيغيروا الريتم. كنت اتمنى لو كان محمد هاني كمان يبقى موجود كنت هتلاقي ريتم النادي الاهلي اختلف تماما بسبب وجود الثلاث لعيبه الصغيرين. فانا اعتقد النادي الاهلي كسب نقطه النهارده، وبحيي تاني على عبد العال ولاعيبته ان هم قدروا ان هم يحافظوا على ادائهم طوال المباراه، ما طمعوش في الجيم قصاد الاهلي، وخصوصا بعد خروج حسام عاشور كمان ونزول متعب، ودي علامه استفهام بالنسبه لي. متعب ما بينزلش معاك جول، يعني مش لازم متعب ينزل 10 دقائق عشان هيجيب جول، لا ده كلام مش منطقي ومش مظبوط في كره القدم. فبالتالي توقيت نزول من عماد متعب توقيت انا بشوف ان هو بيتاخر كتير فيه، لان هو بيعتمد على ان متعب عنده فرصه انه يجيب جول، وده مفهوم غلط. فانا اعتقد ان النادي الاهلي كسب نقطه النهارده. بيسيرو محتاج يعيد تقييم ادائه مع اللعيبه سواء في طريقه اللعب او التشكيل او حتى في يعني عايز اقولها ازاي، انك تقرا المنافس كويس قوي وانت قبل ما تلعب. كابتن وائل، يعني الحقيقه اتكلمنا كتير جدا في اللقاءات الماضيه للنادي الاهلي، وقلنا النادي الاهلي بيلاعب فرق
متوسطة المستوى، ومحازة كان بيخش فيه جوان، عنده مشكلة واضحة جدا في خط دفاعاته، وعنده بطء كبير جدا بيتدرب فيها، وده اللي شفناه النهاردة. ولكن كان دايما النادي الأهلي بيعرف يوصل. النادي الأهلي النهاردة عنده مشاكل بالجملة. الراجل النهاردة بيدي عمرو جمال، وعمرو جمال بعيد جدا عن مستوى، بعيد جدا عن الملعب، لأنه ما بيدلوش، وساعات بيستعين بعماد متعب على فترات كثيرة أسرع منه. النهاردة بيدي عمرو، واضح ان الامور متدربكه. عبد الله السعيد زي ما قال الكابتن زكريا النهارده متطرف شمال، وكان لازم حد يقول بساره ان عبد الله السعيد لو خرج من نص الملعب خطورته بتنعدم تماما، الامور بتبقى صعبه. صالح جمعه اللي الحقيقه تالق وتفوق معاه بشكل كبير جدا النهارده، بيزود في الكوره لطريقه ان هو خطورته اصلا بتنعدم تماما، وما شفناش النهارده برضو لعبه من صالح، رغم ان هو لو سهلها على نفسه اكتر من كده هيقدر ان هو زي الماتشات اللي فاتت يودي اللعيبه. يعني النهارده كابتن سيف البدايه كانت سيئه جدا من المدير الفني، اساء اختيار اللعيبه في البدايه خالص، يعني زي ما حضرتك قلت في الاول ان هو يعني ذاكر فريق الداخليه، لا هو ما ذاكرش فريق الداخليه، ولا اتفرج على فريق الداخليه، ولا شاف بيلعبوا ازاي، ولا شاف اغلب مبارياتهم. فرقه زي ما قلنا في الاول جماعيه، بتعتمد كلها ان هي بتدافع وكلها بتهاجم، او يعني واعتمادها على عمرو مرعي اللي احرز الهدف ده، مهاجم ممتاز قدر انه يستقبل الكره استقبال مميز جدا. لاعب حسام حسن اللي عمل له الكره ده برده شاف التوقيت مناسب جدا، واستغل الثغره اللي بين صبري وبين رامي وحجازي، زائد ان ما كانش فيه ضغط اصلا لما استلم الكره حسام حسن. يعني في اخطاء كتيره جدا في البدايه، توظيف اللعيبه، الوقفه بعد اذنك كابتن وائل نفسها، ان مهاجم صريح يقف لوحده واللي رايح له صبر الرحيل. هي الكوره كانت كورنر يا كابتن سيف او فاول، واللعيبه بتخرج كلها، بس الخروج ده لازم يبقى في تفاهم بين اللعيبه وبين بعض. بس يعني المدافع يعني ألف به اللي اتعلمناه لازم ياخد المهاجم يا بينهم يا بصدره. احنا قلنا في خطأ من رامي ومن بص اللعيبة كلها خارجة يا كابتن، بص بس مفيش حد باصص حواليه، محدش شايف. بص يا كابتن، بص المدافعين فين وبص هو فين. الاثنين يا كابتن أحمد فتحي وحسام غالي وحسام، لا انا بتكلم عن حجازي وربيعة. ما انا هقول لك، بس الثلاثة دول ورامي وربيعة الاثنين، بص كل تركيزهم على الكورة. يعني كانت ممكن الكورة تتحط الناحية دي مع ناحية اليمين هنا عند فتحي، فده بين حجازي وبين المهاجم ده، انما المهاجم اللي هو حسام حسن اختار الحل الاصعب وفي نفس الوقت المدافع عمر معني بتروح محمد جمال. محمد جمال يا جمعه كل ده كان لعب حسام حسن اللي عمل الباص، محمد جمال محمد جمال يعني بقول لك كابتن، كان يعني اللعبه صعبه وسهله. صعبه طبعا ان اللاعب محمد جمال ده يشوف في وسط الزحمه دي ويحط الباص بالشكل ده. الخطا يعني انا شايف ان نتيجه عدم التمركز الصح، زي ما اتكلمنا في ماتش الاسماعيلي على الماتشات كلها اللي فاتت اكيد بتحصل يا كابتن، بيحصل. يعني المهم ان هو يتعلم من الخطا، وده ما بيحصلش. فنرجع للاختيارات بتاعه الشوط الاول يا كابتن، انا وجهه نظر انه من اسوا الاشواط للنادي الاهلي في الموسم ده نتيجه الاختيارات اللي الخطا في التوظيف. يعني ما شفناش عبد الله السعيد الشوط الاول تماما، يعني الشوط الثاني تحسن، وتحسن اداء الاهلي لما عبد الله رجع في نص الملعب، بدا يحضر. بدا عبد الله مش من النوع السريع عشان تحطه في الجناح يا كابتن يقدر يعمل لك اوفر. عبد الله خطورته دايما انه بيعرف يعمل الباص البيني الطولي من 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 لمهاجم لحد بيخترق، زائد الاطراف. برضو انا دايما بقول صعوبه الملعب ده على النادي الاهلي ان انت تقفل الاطراف، وده اللي فرقه الداخليه عملته النهارده، قفلوا الاجناب على النادي الاهلي، ما كانش فيه اوفرات النهارده. النادي الاهلي حسام حركه كابتن، نروح سريعا بس البسير المدير الفني للنادي الاهلي نسمع بيقول ايه. اتفضل يا اسامه. واحنا بنلعب عليه برضو صعب كمان، في سنوشجارش وعارفين ان تبقى في صعوبه جدا ان احنا نلعب على الملعب دوت، فمش مهم يعني مش غنيه، لكن احنا لعبنا بداء عالي، كنا المفروض نفوز تمام. ما هو فوق ايجيبتو، ودي طبعا تاثر على الكره في مصر هنا. ومي كيبا كمس انا برمي بارت، انا لعبوا الشوط الاول هنا برمي بارت اسنا سما دا بوشون باكي ماتين، وبعد كده في الشوط الثاني كان لعيبه بتقع في الارض كتير عشان تضيع وقت. Eu não deixo os meus jogadores fazer isso. هو ما بيحبش الطريقه ديت، ولا بيخلي اللعيبه بتاعتنا تعمل الطريقه ديت. Para o jogo, quebra o jogo, كل شويه يوقف والريتم يهدى شويه. O tempo que o adversário queimou em mandar-se para o chão e queimar para jogar a bola e guarda-redes. الوقت طبعا العمال بيضيع من اللعيبه ومن حارس المرمى، ضيع وقت. Mais 10 ou 12 minutos. كان المفروض يبقى 10 أو 12 دقيقه مش 5 دقائق. Não é bom para o futebol do Egito. وده طبعا ياثر على كره القدم في مصر. É bom que os nossos treinadores, tenham noção disso e não deixem os seus jogadores fazer isso. المفروض المدربين يعرفوا الكلام دوت ويكلموا اللعيبه بتاعتهم ان ما يضيعوش وقت.
e é bom que os árbitros penalizem isso. O Hakam também ilaz al hagat diat. É bom que os árbitros penalizem isso. O Hakam ilaz al hagat diat. Às tantas parece que estamos a brincar ao futebol. De cada um beza a curto cada. Parece que isto é uma brincadeira, não um jogo de futebol mesmo a sério. Dimes curto de cada. Mas vai cuidar de bugadeia. Está a ser a terceira gama. كنت عايز اسال مستر تفسيره ان جمهور الكوره والنقاد والجماهير الكوره المصريه دلوقتي عايزه تفسير من اولا التغيير المستمر في التشكيل يا سيمبري مودانتو زونز جوادوريس المستمر للعيبه يعني معروفه مسبقا ان هي لعيبه قويه جدا زي جون انتوي يا سيمبري جوادوريس كونو بورجينو جوجا سيمبري فورا ليه الاهلي بيعاني هجوميا بالشكل ده؟ بورجينو تيم بونتا دي لانسا برا فاناليزام مش ميمز زون تيمز مودادو 11 تيمز جاني سيمبري هو دايما بيغير وبرضه فوزنا لما غير غيرنا قبل كده وفوزنا مش كده؟ حصل بس اوكي اشجعت كواتي كواتي ايش تمشي بدور؟ انه كل ثلاث ايام او اربع ايام مباراه طبعا لازم يغير ويعمل تدوير اشجعت كواتي كواتي ايش بودمز ولا يشجعوا انه في لعيبه طبعا هتتصاب بوريسو تمشي بدور فعشان كده بيغير todos me dão confiança para jogar وهو عنده ثقه جامده جدا في اللعيبه يتي confiança em todos وثقه جامده جدا في كل اللعيبه بعض العناصر الاساسيه الموجوده زي احمد فتحي وحسام جالي بعاد عن مستواه ومحمد جمال حتى بدا النهارده بسبب يا غالي احمد فتحي جمال التاني في دوليس باشا الجزئيه الثانيه من السؤال الفريق الداخليه لعبه هي طريقه لعب محفوظه اللي هو بيلعب على الهجمه المرتده الداخليه في سوبر كونتر اتاك بوركي نو في شو بري نو فيس كونتر اتاك كونتر نويز الداخليه تيف دوش ماتش على نصر بليزم هم وصلوا بس مرتين خلال الماتش كله المباراه كلها هم بيلعبوا بنفس الطريقه دي ليه ما حاولش يزود اللعب من على الاجنب والاطراف اكتر اللي سيمبري فايز ايسو بوركي نو بروبيتو نو لاتيرايز اي فايز اتكا جا ديس نو جامز او سوفيسيانت با غانيا او جوغو كريامز اوبتيتاز جو با غانيا او جوغو كان في فرص كتير جدا لينا احنا ما استغلناش حتى اخر فرصه بتاعت عمرو جمال ضيعها ديت كنا ممكن نغير النتيجه فور اش بولدش كوارت ماركو فوتا نا اريا كي نيجن ساب بوركي كونتر نوس في فاولات طبعا الحكم ما حسبهاش ninguém sabe porquê contra nós porque a bola que sobrasse ali porque ela falta Lina ou Alina برضو ما حسبهاش a minha equipa jogou bem mas sim tem ganho شايف ان احنا لعبنا بداء عالي والمفروض كنا نفوز مباراة الاسماعيلي شايفها ازاي بس بعد المباراة الاسماعيلي احنا في دلوقتي في دقيقة بنتكلم في الاسماعيلي بس الجزئية دي عشان بس الماتش كافالو برو اوترو جوغ اندونيسيا مش عايز يتكلم على الماتش الجاي خلاص بلاش على الاسماعيلي الاسماعيلي صالح جمعة مش هيلعب خلاص Gomá foi elogiado. WhatsApp. Que deu resultado os adversários baterem no Gomá. O dia na tiga estava na Dorbelica em Filmará. Deu resultado. O dia na tiga estava na Dorbelica em E o jogador que o aleijou. Na Leibet Sob. Tinha amarelo aos 10 minutos. Ele é o Rakam 24. E não foi expulso. E não foi expulso. E não foi expulso. Se o árbitro acha que isto é bom. Lá o Rakam chefe da Nkalam da Kuwais. Se o árbitro defende o futebol deixando os jogadores serem aleijados. O mafrudo de defa na cor masseria, yani, mas a Mahatch de Sob. Já não se pode jogar bem, tem que se bater para fora. فده ما بيلعبش فيضرب اللعيبه فكده غلط يعني. يا ميت مان. في سؤال يا فندم هو لسه ما سالش حضرتك شفنا في اخر ماتشين بيلعب محمد هاني باك يمين اساسي. هاني كده مش جون لاتيرال جريتو. فوجئنا محمد هاني خارج التشكيل. يا برا هاني فورا يا احمد فتحي انت شو جامده. هو يلعب دور الظهير الايمن. وسؤال ثاني احمد فتحي ديو سداسه بسبب ضياع النقاط المستمر ونزيف النقاط كهاني فيكو فور يا احمد فتحي جوجو كم لوك يو فونيو زونس كيو كيزير جو سو كيو كيزير هو بيحط التشكيل زي ما هو عايز يا رجاله مش كل شويه تقول الاسم يو بوني كيو شنو كونفيانس هو المدرب هو بيحط الاشكال يو دو بوين كيو ديك كونفيانس كيو اش كيو هو المدرب هو اللي بيختار ال11 فانت تقول لي ده ما بيلعبش ليه او ده ما بيلعبش ليه لكن في النهايه هو المدرب بياخد قراره تحياتي ليك كابتن سيف وتحياتي لضيوفك الكرام معنا الان كابتن علاء عبد العال مدير فني النادي الداخليه بنهنيك الاول على الاداء النهارده اداء رجولي من اللعيبه كابتن بس حضرتك كنت مبسوط من النتيجه
الاول بحيي كابتن سيف وضيوف الكرام. طبعا نتيجه مع النادي الاهلي في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها، في ظل بعض غيابات عندي، في ظل ان احنا لاعبين مباراه قويه مع سموحه في اسكندريه من يومين بالظبط، ده اليوم الثالث بنلعب فيه المباراه. اعتقد في ظل الفوقان بتاع النادي الاهلي والفوز الكبير اللي عمال بيحققه ورا بعض، اعتقد نتيجه مرضيه رغم ان انا اللي كنت متقدم وكسبان، انما ادينا بشكل كويس جدا، ادينا بشكل تكتيكي اكثر من رائع. الاولاد نفذوا الحمد لله، يمكن في اخطاء بس بسيطه، حتى الهدف اللي دخل فينا بخطا مننا احنا اللي سجلنا في نفسنا، طبعا غير مقصود، انما اعتقد نقطه مع النادي الاهلي في المشوار في اللي احنا ماشيين بيه ده، اعتقد نقطه مرضيه الحمد لله. اصابه عامر صبري في التسخين يعني غيرت حساباتكم؟ ما دي برضو من العوامل اللي تتفاجئ بيها او المتغيرات اللي تتفاجئ بيها كمدير فني، عامل التشكيل وقايل كل حاجه، تجد في اثناء التسخين ان عامر بيشتكي من اصابه، على طول عملنا تغيير، دخل احمد صديق مكانه في الملعب، وجبنا لعيب من كانوا معانا في ال20 دخل مكان عامر صبري. الحمد لله احمد صديق ادى بشكل كويس جدا، انا يعني ما كنتش اتوقع انه ادى بالشكل ده، كل لعيب ادى بشكل كويس بشكرهم. اعتقد نقطه مهمه في مشوارنا، ما بعدناش، ما خسرناش تاني، لان برضو انا بعتبر ان ده تعادل معنوي، يعني حتى لو احنا خدنا بونت واحد بس انت واخد بونت من النادي الاهلي، يعني برضو نقطه غاليه، انما هو تعادل معنوي، لان كانت هزيمه وممكن هزيمه بعد الجهد اللي اتعمل ده كانت تبقى كسره جامده قوي للعيبه ولينا، فالحمد لله الحمد لله. مباراه السادسه على التوالي يا كابتن من غير فوز، النادي الداخليه كان ماشي كويس جدا، يعني انا انت لما تيجي تقول فريق الداخليه دلوقتي 25 نقطه، فريق المقاصه اول الدوري 27 نقطه، كون ان انا بتعادل فرق كتير جدا بتعادل، يعني مش عيب ان انا اتعادل، انا مش فريق يعني كبير ان انا اكسب كل مباراه او مطلوب مني ان انا اكسب كل مباراه، وبعدين كل مباراه ليها ظروف، يعني في مباراه تعادلتها لا استحق ان انا اكسب فيها، يعني اقربها مباراه المصري بورسعيد، انا اتعادلوا معايا بضرب الجزاء، كله قال لك اجمع انها مش ضرب الجزاء، في مباراه اخرى كنا افضل، انما هي كل مباراه ليها ظروفها، احنا بنجمع نقاط، انا ما قلتش من البدايه خالص ان انا هنافس على الدوري، انا بقول ان انا ماشي كل مباراه بمباراتها، واتمنى طبعا ان انا اكون في المربع الذهبي في وقت من الاوقات، بس لسه الكلام ده سابق لاول. شفنا انفعالات كبيره من كابتن علاء عبد العال على التحكيم النهارده. لا لا التحكيم الكابتن طارق محترم جدا. راضي عن اداء التحكيم؟ لا لا هو بس مش راضي عن في حاجات معينه، لما لعيب يقع من عندنا طب ما ممكن يكون اصابه خطيره مش عيب. كفيفة طلعنا كوره صاب رحيل قام لعب ولاعيبه النادي الاهلي كملت اللعب عادي وهم خسرانين، اعتقد لو كان في لعيب في الوقت ده وقع من النادي الاهلي كان ممكن الحكم يوقف المباراه عشان يشوف اللعيب بتاع النادي الاهلي، ده اللي بيزعلني، انما ك ك ك كتحكيم لا كابتن طارق مجدي من الحكام المتميزين، وبالمناسبه ببارك طبعا للكابتن جمال غندور لرئاسته لجنه الحكام واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. حسام حسن في سموحه خلاص؟ حسام حسن كان خلاص فاضل له 3 شهور وهو انا عرفت ان هو وقع خلاص. ما قلتوش ان انتوا تعاقدوا معاه دوري التعاقد؟ برضه هنيجي نتكلم في حته الماديات، العرض هناك اغلى بكتير جدا من عندنا، فبالتالي طبعا اللعيب بيبص، فاحنا قلنا خلاص حسام لعيب كويس كل حاجه يشوف مستقبله، النادي استفاد بالمبلغ اللي احنا خدناه من سموحه واتمنى له التوفيق ان شاء الله. هنلعب على الموقف نادي سموحه؟ يعني موقف نادي الداخليه؟ ان شاء الله خلاص، انا بعد موضوع بعد اعتذارنا لنادي ام بي بطريقه شيك، وانا بشكرهم بالمناسبه على ثقتهم فيا وترشيحي ان انا اكون مدير فني لفريق ام بي، مؤسسه كبيره ومؤسسه رياضيه هايله ومجلس اداره محترم، تمسكوا عندي الاداره بان انا اكون موجود، وانا احترمت وجهه نظرهم، احترمت اللاعبين اللي انا اخترتهم في بدايه الموسم، كان صعب ان انا اسيبهم في نص المشوار وامشي رغم المغريات ورغم العقد الكبير بمقارنه بنادي الداخليه، انما يعني احترمت المجلس الاداره عندنا في نادي الداخليه، احترمت بيتي، احترمت اللعيبه، احترمت الجهاز اللي معايا، وبشكر اداره ام بي، ويعني ان شاء الله ننهي الموسم مع الداخليه واللي فيه الخير يقدمه ربنا بعد كده. شكرا كابتن. شكرا شكرا. ده كان لقاءنا كابتن سيف مع كابتن علاء عبد العال مدير فني نادي الداخليه، عوده مره اخرى للاستوديو. بشكرك شكرا جزيلا الزميل المتالق محمد جابر، وقبليه طبعا عمرو مختار، بشكركم شكرا جزيلا. لقاء كان كابتن سيد عبد الحفيظ ولقاء مع الكابتن علاء عبد العال، يعتبر الحقيقه الحصان الاسود للدوري الممتاز في سوق المدربين، ثلاثي الحقيقه يسارع بقوه على المقدمة هو المتفوقون هذا العام، حسام حسن، علاء عبد العال، وإيهاب جلال، أعتقد أن دول يعني بيتفوقوا على نفسهم بشكل كبير السنة دي. كابتن وائل،
يعني نكمل بس يا كابتن. طبعا شفنا الطريقه اللي بيسيرو انسحب بها من المؤتمر الصحفي، طبعا فيها قله احترام طبعا للناس اللي موجوده، واعتقد مش اسلوب كويس انه يعمل كده، كان لازم يحترم الناس اكتر من كده. النقطه اللي كنا بنتكلم فيها نقطه اللعيبه والاختيارات، يعني ولازم اللعيبه تتصاب عشان الراجل يغير في الفرقه، ولا يعني انا مش فاهم. واحد زي جون انطوي حد يقنعني؟ انت لو تفتكر من اربع خمس ماتشات يا كابتن كنا بنقول على صالح جمعه لازم يلعب، لما صالح لعب بقى احسن لعيب في الفرقه، وما يجي يبقى احسن لعيب في الفرقه برضو يخترع مكان لصالح يعني عشان ناس تانية تبقى موجوده. ما هو ده ما ينفعش. انت زي ما كابتن زكريا بيقول ناس تبقى موجوده وخلاص، انت هتختار شوف مصلحه الفرقه فين وتعمله. ولو بتتكلم على التدوير اشمعنى صالح اشمعنى جون انطوي ما يلعبش وياخد فرصه؟ راجل كان هداف الدوري الموسم اللي فات، راجل اثبت جدارته قبل كده. واحنا ما بنقولش كده عشان مثلا احنا في حد ليه علاقه بجون انطوي، او انت عايز مصلحه النادي الاهلي اللي الناس كلها عايزاه يكسب وعايزاه يأدي بشكل كويس، ف لازم اللعيب يتعور عشان تخرجه من الملعب؟ ففين مصلحه الفرقه ومصلحه النادي؟ برايي حضرتك في اداء احمد فتحي النهارده يا كابتن، ما انا من النقط برضو محمد هاني الماتشين اللي فاتوا ماشي كويس جدا، واحمد فتحي لعب كويس وادى في نص الملعب. يعني التدوير لازم يجي على الناس كلها. انا شايف ان محمد هاني كان ينفع جدا في مباراه زي مباراه النهارده. انت احنا كنا بنتكلم قبل ما المؤتمر الصحفي ان النادي الاهلي في الملعب الصغير ده محتاج الكرات العرضيه جدا، محتاج المثلثات اللي بتتعمل على الاطراف يا كابتن، المسانده ولاعيب بيعمل كروس. ما شفناش الكلام ده كله النهارده لان فرقه الداخليه عارفه اداء النادي الاهلي وقفلت الاطراف كويس جدا، وحتى قفلت العمق بتاع الملعب كمان. ما فيش في فرصه غير الكرات الثابته، الكورنر، الحاجات اللي زي دي هي اللي النادي الاهلي ممكن يوصل من خلالها. كابتن، هو الاهلي النهارده بيلعب كام؟ الاهلي بيلعب 4-2 المفروض 3-1 4-2-3-1 المفروض. بس التنفيذ الفعلي كان ايه بقى؟ يعني عبد الله زي ما قلنا ما ينفعش يلعب في الجنب الشمال ده كابتن. عبد الله خطورته كلها في العمق، الحته اللي بيلعب فيها صالح، بقى في تضارب بينه وبين صالح، هو عايز يخش جوه وصالح دي حتته. فانت الجنب الشمال ده كان ميت الشوط الاول، زائد عدم طلوع صبري رحيل في كرات عرض، الجنب الشمال كان ميت. رايك في اداء صالح جمعه النهارده ايه؟ انا شايف ان هو كان احسن لاعب الشوط الاولاني لغايه ما بس مش شايف ان هو كان لازم في فرديه يسهل. ماشي في فرديه، في فرديه. انت الهجمه الوحيده اللي اتعملت الشوط الاول وكان فيها خطوره الانفراد بتاع مؤمن، واللي كان وراها صالح. واللي كان وراها هو صالح. فيعني ومن غير كده هو اللي بيتحرك وهو اللي بيساند اللعيبه، انت محتاج ده. وده اللي عبد الله كان بيعمله الماتشات اللي فاتت لما عبد الله كان بيلعب بنادر لو تفتكر ماتش الشرطه. بس يا كابتن لصالح الفريق، صالح لعيب كبير جدا. صالح الماتشات اللي فاتت كان بيعمل نفس القصه ويعمل مشوار، بس كان لصالح الفريق النهارده عدي من واحد واثنين وثلاثه واربعه فاول. انا اعتقد عشان المشهد اتكرر اربع مرات، الطريقه بتاعت اللي لعبنا بيها النهارده عبد الله فاتح على الشمال، حسام غالي وحسام عاشور تحت اللعب يعني، ومؤمن واخد الجنب اليمين. عايز اقول ان ما كانش حد بيقرب له. يعني الكره الوحيده اللي حصل فيها تحرك من غير كره الكره اللي مؤمن راح بيها الشوط الاولاني. الشوط الثاني الاداء اتحسن لان بدا عبد الله ينزل نص الملعب، بدا يخلق فرص، نزل احمد حمدي قدر برضو يبقى فيه اختراقات، بدا يبقى فيه لعب من تحت يا كابتن، وده ما كانش موجود الشوط الاول. كابتن احمد، يعني النهارده اداء الداخليه هو اللي فرض سيطرته على اداء النادي الاهلي، ولا اداء النادي الاهلي هو اللي ركب نادي الداخليه المباراه؟ لا طبعا، يعني يمكن كابتن زكريا وكابتن وائل استفادوا طبعا على بالنسبه للنادي الاهلي، وان كنت انا عندي هتكلم طبعا عن الداخليه وبعد كده هرجع اتكلم عن النادي الاهلي. بالنسبه طبعا للنادي الداخليه، انا اعتقد يمكن كابتن زكريا قال ان يمكن كان عنده فرصه كبيره ان النادي الداخليه يكسب المباراه النهارده، ولكن يمكن هو بعد ما احرز الهدف الداخليه هو حس ان خلاص انا عايز امن ان انا اخرج بالمباراه كده، رغم ان لو كان الداخليه استغل ان هو يستغل هجمات مرتده على الاقل كان ممكن يباغت النادي الاهلي بهدف تاني، واعتقد ان هو كان حسم المباراه لصالحه، ولكن الداخليه تراجع زياده عن اللزوم رغم مستوى النادي الاهلي اللي هو مستوى طبعا متذبذب. يمكن احنا شايفين اداء النادي الاهلي لم يكن على المستوى لاهل النادي الاهلي، ان هو يعني المباراه الصعبه النادي الاهلي لا مش يعني زي ما قال كابتن زكريا ان هو المباراه السهله هي كلها اللي كسبها، المباراه الصعبه دايما الاهلي ما بيأديش فيها بالشكل الافضل. النهارده اختيارات باسيرو زي ما قال وائل فيها نوع من انواع شويه الطيضيه، وانا قلت قبل كده وما زلت بقول ان النادي الاهلي محتاج مدير فني قوي شخصيه اكتر من قوي فنيا، يعني اقوى يعني شخصيته تكون اقوى
من فنيته، لاني هنا انا اعتقد ان باسيلو لو ضوى على مصلحه نفسه هو شخصيا اعتقد ان اداء النادي هيكون افضل من كده بكتير. لاني النهارده عشان العب حسام غالي والعب صالح جمعه والعب عبد الله السعيد حسام عاشور لا حسام عاشور طبيعي ان هو يكون موجود في نص الملعب لان ده مكانه اللي بيلعب فيه، ما فيش فيه ازمه خالص. ولكن انا النهارده عشان العب عبد الله السعيد احطه في مركز مش هستفيد بيه، لا يبقى انا ممكن زي ما هو بيقول هو مساله تضوي اللي هو بيعملها، لا انا استفيد بيه الشوط الثاني لو شايف ان صالح افضل ما عنديش مشكله وما عنديش عيب، لان الفريق اللي بينافس على بطوله ما عنديش مشكله ان يكون عندي بدائل اقوياء يكونوا موجودين على دكه البدلاء. النهارده احمد فتحي انت سالت وائل، يمكن شويه وائل تحفظ، محمد هاني ماشي بشكل كويس كان المفروض ان هو يكون موجود النهارده، لو احمد فتحي مش في مستواه يبقى احمد فتحي ممكن يكون موجود على دكه البدلاء استغله، او على الاقل محمد هاني يكون موجود على دكه البدلاء عشان لو فتحي مش موفق يقدر ان محمد هاني يقوم بالدور ده. لان النادي الاهلي انت النهارده طالما بتلعب بتشتغل من الاجناب يبقى لازم حد طول الوقت شغال. صبري ما كانش شغال بشكل كويس النهارده. ما هو في مشكله دلوقتي في فتحي كابتن احمد، الحته اليمين دي يعني فنيا وبدنيا فتحي ما قداش من اول الموسم في الحته اللي في الجزء على اليمين ده، يعني كان في باسم افضل وكان في محمد هاني افضل. الحته عشان تلاعب فتحي النهارده في نص الملعب هتلاعبه النهارده على حساب حسام غالي او حسام عاشور، وده من الصعب جدا يا كابتن سيف. انا النهارده ماليش فتحي لعيب كبير، فتحي لعيب مميز، انا ممكن لا لا مش قصدي مش قصدي انا فاهم انا فاهم انا بتكلم على عندي النهارده. انا النهارده لما كنت بلعب مثلا ومش موفق مش عيب ان انا اقعد ويلعب مكاني حد اجهز لحد ما يرجع تاني لمستوايا. فالنهارده انا بقول في النادي الاهلي النهارده، ما انا عشان كده انا بقول لك الراجل لازم يحب نفسه شويه. يحب نفسه يعني ايه؟ يعني النهارده انا الاجهز اللي عندي واللي يفيد الفرقه هو اللي يكون موجود. ممكن فتحي النهارده مش موفق في المباراه دي ناحيه اليمين ومحمد ماشي بشكل كويس، خلاص انا بدل الراجل. كمان لما تيجي تبص على محمد هاني سنه صغير، لعيب يقدر يكمل، عنده مجهود، يقدر يلعب كل 3 ايام، يقدر يلعب كل 4 ايام، ما عندوش ازمه، ما عندوش مشكله. النهارده هو راجل كمان بيقول انا او سيد لما كان بيصايح في التصريح بتاعه بيقول ان احنا بنعمل عمليه روتيشن بالنسبه للعيبه. طب جونان توري لازم يكون موجود، لازم يكون له وجود النهارده. ايفونا وزي ما قال وائل جمعه، جونان توري النهارده احنا كلنا عارفينه. انا قلت قبل كده في المباراه اللي فاتت، مباراه المقاولين كسب لو تفتكر، وقلت لك جونان توري النهارده لو احنا لعيب مش عارفينه ولعيب ما كانش ليه هنا باع وخبرات او احنا عارفينه كان في النادي الاسماعيلي وكلنا متابعناه وكلنا شفناه، ما كنا ممكن نقول خلاص يعني وجهه نظر مدرب، لكن احنا عارفينه. ده لعب الاربع ماتشات الاولانيين معاه كمان يا ولعب الاربع ماتشات الاولانيين معاه. وعايز اقول لك على حاجه كمان يا جمعه، ان اهم يعني اكتر واحد يقوم بالدور، لو انت فاكر الماتش اللي فات سالتني مين رقم 2 بعد جونان توي، قلت لك بعد ايفونا، قلت لك جونان توي. انا وجهه نظري ان رقم 2 بعديه هو يجي جونان توي. ليه؟ اولا رتم لعبه نفس رتم خبت، احنا مش عارفين نرقمه، احنا مش عارفين مين الاساسي ومين الاحتياطي. يعني ايفونا هو الفرده الاساسيه للراجل. ما هو انا في غياب ايفونا حضرتك تقدر ترقمهم، تقدر تقول مين بديل ايفونا؟ انا هقول لك على حاجه، هي الفكره كلها في ايه؟ جونان توي ايفونا بيلعب، هو لعيب سريع، النادي الاهلي محطه لعيب سريع بتستغل سرعته عشان يحرز اهداف النادي الاهلي. نفس الحكايه جونان توي، نفس الشكل، يعني نفس السيستم. لو هو عايز يلعب بالشكل ده، عمرو جمال مش نفس سيستم لا جونان توي ولا ايفونا. هو راجل عايز حاجات يشتغل عرضيات عليه وهو يشتغل، ودي كمان بتبقى مشكله في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي دايما بيعتمد على اختراقات. مؤمن من تحت بيجي، عبد الله السعيد بيجي من تحت، رمضان صبحي بيجي من تحت. ولكن انا شايف ان 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 عمرو جمال شويه هو واضح احمد، معلش بالاحترام اللي احمد بيقوله كابتن، ان الراجل ده ما بيحبش الفرود الصريح، ما بيحبش اللي زي جون انطوي وزي عماد وزي عمرو، ما بيحبش النوعيه دي، بيحب المهاجم الوهمي اللي هو مش صريح. يعني ممكن يلعب وليد سليمان، يلعب مؤمن زكريا، يلعب كابتن نفس الفكره دي اللي عملها جريد وما نجحتش من النوعيه الاهلي، من النوعيه اللي ما بيحبش. انما احنا كان النادي الاهلي في وقت يا كابتن سيف انت محتاج المهاجم ده جدا، ومحتاج اثنين في وقت كمان من المباراه. يعني ماتش زي الشوط الثاني النهارده ده انت يعني واحد زي جون انطوي في ظل الانهيار البدني اللي حصل لفرقه الداخليه في اخر ربع ساعه دول، واحد زي ده لو هو موجود يعني سهل جدا انه يكسبك مباراه زي كده. ما هو ده اللي انا اقصده، ده اللي انا اقصده، ان انت النهارده عندك الشكل بتلعب بيه، الشكل اللي انت بتلعب بيه ايفونا شبه شويه جونان توي، الاثنين بيمتازوا بالسرعه، بيمتازوا بالقوه. عمرو جمال بيمتاز بايه؟ ان هو راجل عنده بيلعب العاب الهواء بشكل كويس. العاب الهواء دي بتبقى محتاجه الاجناب تشتغل، اجناب النهارده النادي الاهلي مش شغاله، فانت النهارده مع ذلك عمرو جمال مش ممكن تستفيد منه في حاجه.
او او, أو الشوط الثاني زي ما هو يعني الشوط الثاني زي ما هو هنا يعني بص حتى الهجمه هنا هجمه مش منظمه يعني هو هنا كوره بس دي كوره عرضيه انت كسبت بيها اتعادلت بيها يعني دي كره عرضيه انت كنت اتعادلت بيها كده يعني بس مش هجمه منظمه ولو بصيت على لو بصيت على النادي الاهلي يا جماعه هات الفرص يعني مش فرص منها جمله كابتن مش فيش حد قاطع عليها هات الفرص النهارده اللي قعدت من النادي الاهلي لو جيت بصيت هتلاقي فرصه مؤمن زكريا في الشوط الاولاني فرصه عمرو جمال في اخر الشوط في اخر المباراه وده عدم تركيز برده منه هم دول الفرصتين اللي يعتبروا النادي الاهلي فقط لا غير النادي الاهلي النهارده المفروض ان هو بينافس على البطوله اللي هو عايز يبقى بطل الدوري بطل الدوري المفروض بيوصل على الاقل 10 مرات او 10 فرص لازم حتى ولو ما جبتش جوان بتوصل انما النهارده النادي الاهلي كام كوره وصل بيها النادي الاهلي كام شوطه اتشاطت من النادي الاهلي النهارده كام اختراق حصل من النادي الاهلي النهارده ده مش موجود ليه مش موجود عشان زي ما قلنا هجمات الاهلي قدامك ان التشكيل بالظبط يعني هجمات كلها من بعيد يعني ده انا عايز اقف معاك هي دي هي دي هي دي الكوره هي دي اللعبه الوحيده بالظبط لا انا عايز اقف على حته مهمه قوي عند بيسيرو هو في المؤتمر اشتكى من ثلاث حاجات واحده من ان الوقت الاضافي كان قليل بس يعني انا بلعب 90 دقيقه وخدت 5 دقائق مش طالب 5 كمان يعني ما انا عندي 90 دقيقه يعني فطبعا ده رد مش مقنع يعني هو انا عملت ايه في ال 90 دقيقه ما هو ده بالظبط ما انا عايز اقول انا عندي 90 دقيقه فانا مش محتاج 5 دقائق كمان في جزئيه ثانيه لو هتقولها كابتن اتفضل طبعا لو هتقول موضوع الملعب ده انا انت برضه دي جزئيه مهمه وبعد كده كده اتكلم فيها جزئيه الملعب دي حتى لو النادي الاهلي بيحب يلعب على ملعب واسع والفرقه الكبيره تحب تلعب على ملعب كبير ده طبيعي وده منطقي وانا بايد ده بس انت ما توصلش لعيبتك برضو ان انت بتدي لهم شماعه قبل كل ولا مباراه المنافس. ان ولا المنافس ده النهارده اي منافس في بيتروس اي منافس النهارده هيجي يقول انا لاعب النادي الاهلي في بيتروس بص يا كابتن اللقطه دي واللعيبه كمان انت بتدي لهم شماعه النهارده ان احنا مش عارفين نلعب على ملعب بيتروس سبورت هو ليه يعني ده بص ده جزء من شخصيه بيسيرو ان هو متوتر وفرقه زي الداخليه اول اختبار قوي طبعا لا هو عشان تلعب الداخليه لازم اولا تلعبهم وانت عندك جزء من الصبر لان فرقه الداخليه بتضغط كويس قوي بتدافع كويس قوي لازم انت ما توترش فرقتك وعشان ما اوترش فرقتي ما يجيبش ان انا بقى متوتر لان هم بيبصوا عليا فهو لما بيتكلم على ان الوقت قليل عن الملعب بيتكلم عن التحكيم بس ما تكلمش عن ايه طريقه اللعب اللي هو لعب بيها ايه التكليفات اللي اداها للعيبه ما قالش حاجات من دي خالص بس خليني ابعد عن الجانب الخططي في اداء بيسيرو اللي كان منعدم وتعالى نقف عند الضربات الثابته يعني انا في الشوط الاولاني النادي الاهلي كان عنده 5 ضربات ثابته حوالين 18 ودي حاجات تدريب ما فيهاش بقى يعني مش هقدر اقول ايه مثلا تحركات ناحيه الشمال لا دي كور ثابته دي اول واحده كانت او واحده منهم ما فيش اي اتفاق او استفاده في 4 كمان غير دول مش معقوله النادي الاهلي هي اللعبه دي يا كابتن معلش برضو اللعبه دي لو اتعادت تاني يا كابتن سيف الاولانيه دي اللي هي دي 4.5 دي الفاول ده اتعمل فيه لعبه اتعملت لا اول اللي قبل دي في لعبه في الدقيقه 4.5 هو تقريبا هو اللعبه دي بص حسام غالي عمل ايه يا كابتن بص حسام غالي بيحجز نعم لا بيحجز لعمرو جمال وهي هو التريكه ان هي هتتعمل للاعيب اللي جاي من ورا اللي جاي من ورا هو عبد الله اللي بص 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 حسام غالي بس يعني دي عشان يتدربوا عليها المفروض ان صبر رحيل هيلعبها على الارض اللعبه دي بتتعمل في الكورنر كمان يا كابتن بتتعمل في الكورنر لا انا عايز اقول ان 5 ضربات حره حوالين 18 بص حسام بيحجز صبري عملها عاليه يعني المفروض انها على الارض عشان لازم على الارض جامده يبقى اذا هنا في مشكله ان ما بيتدربوش عليها يعني يعني اي ضربات ثابته لازم تتحفظ مش يتدرب عليها لا تتحفظ لان دي اهداف هنا بشوط في الحيطه بعد كده في كور ثانيه بشوط عالي خالص يعني اذا انا بشوف ان الكرات الثابته دلوقتي النهارده سواء الضربات الحره او الركنيات الاهلي ما استفادش منها خالص يمكن الماتش اللي فات استفاد في ماتش 7 كان ماتش بسيط شويه واحمد حجازي رامي ربيعه جاب جولين بلاد انما الماتش زي ده المباريات اللي مع فرق زي دي بتخلص بتفاصيل صغيره بتخلص بمهاره فرديه بقدرات خاصه اللعيب بضربه ثابته انما ممكن تقعد تلعب ماتش 180 دقيقه
وتدي بيسيرو الوقت اللي هو عايزه لو هو طالب وقت زياده، مش هتحل مشكله النادي الاهلي مع فريق زي ده. وبالتالي انت كابتن احمد حسن بيتكلم على كام تسديده، هتلاقي ثلاثه ومش مؤثرين. طيب كام اختراق من العمق، هتلاقي واحده اللي هي اخترق بيها مؤمن زكريا وانفرد وحطها. هتلاقي كام كره عرضيه من اليمين ومن الشمال، هتلاقي اتنين او ثلاثه بالكتير طول الماتش. يبقى اذا هنا انت عندك مشكله في التنظيم الهجومي بتاعك، في الشكل الهجومي بتاعك، في تحفيز اللعيبه النادي سواء بالاطراف او من العمق او بالتسديد. النهارده من غير كوره يعني ما فيش لعيب يتحرك من غير كوره غير في الكوره دي، كل اللعيبه بتسلم في رجليها، هي اللعيبه الوحيده بتاع مصر. اللعبه الوحيده اللي اتحركوا فيها من غير كوره، يعني اللي مؤمن جري قاطع من غير كوره، غير كده كله بيستلم في رجليه. فطبعا انا بشوف انه ان ما تذاكرش كويس الداخليه، ما وظفتش اللعيبه بطريقه لعب. يعني انت كنت بتسال الاهلي لعب ازاي، بتسال كابتن وائل الاهلي لعب ازاي. كويس على الورق 4-2-3-1، انما تكليف طريقه لعب، توظيف لعيبه حافظين حاجه معينه. هو كم الاطراف عملوا حاجه؟ يعني لو الاطراف عبد الله وصبري ما شفناش حاجه اتكررت مرتين. ما هو كابتن في مشكله، حتى 4-2-3-1 دي 3 ده اقوى خط عند النادي الاهلي، 3 دي طول عمرها اقوى خط عند النادي الاهلي. النهارده بوجود عبد الله السعيد لا، ولا مش مؤمن موجود ناحيه اليمين فنب. ولا مؤمن ناحيه اليمين، ما هو برده هنا في حته مش مظبوطه. مؤمن دخل ال 18 كام مره؟ ولا مره. اللي ضيعها دي من بره ال 18 يعني ما دخلش، واحنا كنا دايما بنقول ان مؤمن بيجي ورا ايفونا من القلب. بالظبط، من القلب مش من الطرف. يعني هو بيشتغل طايف يا كابتن، بس ما بتاخدش منه ايجابيه غير وهو في القلب. انا معاك، سواء بيصنع جول او بيجيب جول. انا معاك ان زي ما قال الكابتن سيف ان اهم خط هو خط اللي موجود، هو تحت اللي تحت اللي تحت راس الحربه عند الاهلي والزمالك. بالظبط. ولكن النهارده انا شايف ان التمركز بتاع اللعيبه غلط، لان الراجل النهارده حب يراضي كل الناس، حب النهارده يرجع حسام غالي يبقى موجود، صالح جمعه ماشي بشكل كويس في المباراه اللي فاتت، فحابب ان هو صالح جمعه برضه يبقى موجود. انا مختلف معاك في الحته دي، هو مش قادر يرجع الناس ولا قادر يفوق الناس. ليه؟ لان حضرتك النهارده انت النهارده مش قادر ترقم راس حرب عندك. انت النهارده كمشجع للنادي الاهلي او النهارده كفني بتتكلم، مش قادر تقول انا النهارده في غياب ايفونا حدي راس حربه الاولاني فلان، حدي داني فلان، مش قادر تجهز. هو النادي الاهلي بقى بيعتمد على لعيب واحد يا كابتن، مش بيعتمد. هو النادي الاهلي بيعتمد على لعيب واحد يا كابتن، مش بيعتمد. بس انت اصلا اللعيبه مش عارف ده ده نمره 2، ده هينزل، ده مش هينزل، مش جاهز. هو عمرو جمال النهارده كابتن جاهز؟ لا، ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ده شغل المدرب. عماد متعب حضرتك النهارده هينفع تنزله 7 دقائق و9 دقائق في كل ماتش؟ هو بيشتكي النهارده من ضغط الماتشات. انت عارف ان هو لاعب قبل الداخليه بيومين، يعني لاعب قبل الداخليه بيومين، يعني هو الاهلي لاعب الماتش اللي فات يوم السبت كابتن زكريا، والداخليه لاعب الماتش اللي فات بتاعه مع سموحه يوم الاثنين. وسموحه يعني فريق قوي برده وعامل مجهود، واعتقد ان ده اثر عليهم في اخر ربع ساعه. فواضح ان يعني لا، هو في حاجه يعني حتى لو في روتيشن، في تدوير للعيبه بنظام، بس انا شايف ان في ثلاث لعيبه كان لازم يبقوا موجودين في وقت واحد، لانه بيغيروا من الريتم، وهنا في مشكله في ريتم اداء النادي الاهلي. مين ثلاث لعيبه؟ محمد هاني، رمضان صبحي، واحمد حمدي. الثلاثه دول هتلاقي ان الريتم اتغير. هات شويه هايلايت لشويه بتوع رمضان واحمد حمدي في وقت واحد. رمضان يبدا كمان، رمضان بيبقى اخطر كمان. أيوة، كل ما يبدا ما هو يعني ما يبدا ليه بتكلم في ده؟ لان دول ثلاث لعيبه صغيرين، انت بتحتاج رتم معين في اوقات معينه، اللعيبه دي تقدر تغير رتم. يعني التحرك بتاع احمد حمدي والثلاثه كذا عندهم ايجابيه ان هم بيروحوا على الجول كويس. يعني عبد الله ممكن، عبد الله بصير كويس، هو بيستلم عشان يوصل الناس، انما رمضان بيقدر انه يدخل. لا، في جول جابوا عبد الله ورمضان 1 2 مع بعض بتحرك يعني رمضان وحطها يعني لايفونا، لايفونا جابها. انا اقصد يا كابتن ان اللعيبه دي عندها ميزه ان هي بتقدر تدخل كفريق الثاني، زي مؤمن، زي رمضان صبحي. ممكن عبد الله مش من النوع اللي عبد الله يوصل بشكل كويس. أيوة، اللي بيلعب في المكان ده. ولكن رمضان من البدايه لما يكون موجود مع النادي الاهلي، انا اعتقد ان هو يقدر يفيدك ان هو يروح يجيب جول، يقدر يفيدك ان هو يوصلك. نفس الحكايه مؤمن بنفس الشكل. فانا زي ما انت قلت، محمد هاني كمان لو موجود مفتاح لعب موجود النهارده مثلا. لو صبري لو بصيت هتلاقي محطوط
عندك حسين السيد موجود ليك بديل. طب احمد فتحي مفيش بديل. انت ما بتتكلمش كمان بكل اللي انت بتقوله ده احمد، كمان ما بتتكلمش على واحد زي احمد الشيخ، واحد زي محمد حمدي زكي. انت بتتكلمش على كل دول، بتتكلم وعندك وليد سليمان غايب كمان، ما يبقى الناس دي كلها عندك. هو واضح ان الراجل اما بيبقى عنده الناس دي كلها ما بيعرفش يتعامل مع الماتش. معلش عايز اقف عند الجول اللي جابه الاهلي، ونقف اول ما استلم مؤمن زكريا الكوره. مين جابوه من الداخليه يا كابتن؟ جول الداخليه في نفسه. معلش اللي هو يتحسب للاهلي. بس عايز نقف على تحركات احمد حمدي، هو اللي اكبر مؤمن ان يلعبها له. يعني مش مؤمن اللي وجهه انه يلعبها له في الحته دي، لا، التحرك بتاع احمد حمدي هو اللي واخد القرار، مش مؤمن اللي وداه، هو اكبر مؤمن يلعبها له. فاذا هنا التحرك اللي من غير كوره ده لعيب نشيط، لعيب حيوي، عنده طاقه وعنده سبيريت. الاهلي يا كابتن، النادي الاهلي لعيبه بتسلم في رجليها، فبتبقى الامور ببطء جدا، وبيسهل الامور على المدافع بشكل كبير جدا. انت لو بصيت يا كابتن سيف كمان، لو بصيت يا كابتن زكريا، لا يعني محمد حمدي داخل، بص مين اللي موجود، عمر جمال، وتحتيه بس رمضان صبحي. صحيح. على الرغم ان النادي الاهلي محتاج في الوقت ده ان يكون في 4-5 موجودين جوه ال 18. لو بصيت ورجعنا الجون تاني يا سيف، بص يا كابتن، كوره ملعوبه كام واحد جوه ال 18 موجود؟ ادي مؤمن استلم، ادي واحد اثنين، مفيش غير اثنين. كام واحد موجود جوه ال 18؟ خمسه احمر، ومفيش غير عمرو جمال هيكمل اهو دلوقتي، وراه بس رمضان صبحي. فزي ما بيقول كابتن ان كل لعيبه الاهلي عايزه تستلم كوره في رجليها، الوحيد اللي عمل اختراق هو محمد أحمد. هو احمد أحمد. احمد حمدي. ورمضان صبحي زي ما قلت لك اللي عنده الميزه ان هو بيقدر يكمل جوه ال 18 كفايه تاني. ده اللي بيبقى محتاجه اعتقد النادي الاهلي، مش موجود في لعيبه كتير في النادي الاهلي. رمضان صبحي في الشرطه الوان تو اللي عمله مع عبد الله السعيد، هتلاقي تحرك من غير كوره، بتتلعب في مساحه، بتتلعب بالعرض الايفونا، بيجيب جول. الجول اللي قبله نفس برده في الشرطه، جولين كوبي يعني، من غير الحيويه دي، من غير النشاط ده، من غير التحركات اللي من غير كوره دي، مش هتقدر تخلق وتضرب دفاعات متكتله. بالظبط كده، مهم ان اللعيب ينقل الفرقه بسرعه. طبعا مش كل اللعيبه تستلم الكوره في رجليها وتوصل، مهم اللعيب. المشكله يا كابتن ان اللعيبه تتحرك من غير كوره، ده برده مش موجود، ودي امور فنيه وتكليفات فنيه لازم يبقى في تمرين عليه. بس ده قرار لاعب على فكره، مش تدريب. يعني هنا عايزين نفصل ما بين اللعيبه هي اللي بتقرر، وبين حافظين حاجه وبيتعلموها وبيتدربوا عليها من المدير الفني. ما هو المدير الفني عنده رؤيه، عنده استراتيجيه، عنده فلسفه معينه في كره القدم. انا لغايه دلوقتي مش قاري فلسفه بيسيرو، يعني مش قادرين نقرا له حاجه، بس بنقرا لعيبه بتاخد قرارات بنفسها، يعني مش حاجه محفوظه بتتكرر مرتين ثلاثه بين اثنين لعيبه فنقول دي محفوظه اتمرنوا عليها فعلا من بيسيرو. انما اللي واضح بالنسبه لنا، لا، اللي واضح ان اللعب، يعني انا بصراحه شايف الاهلي مش لاقي شخصيته، يعني انا مش شايف شخصيه النادي الاهلي مع بيسيرو الشخصيه اللي هي بتقول ممكن يبقى في سبيريت عند اللعيبه، بس في عشوائيه شويه، في عدم التزام بتعليمات، او مفيش تعليمات، الله اعلم. يعني بيسيرو هو اللي يرد علينا في الحته دي، يا مدي تعليمات للعيبه بتنفذهاش، يا اما هو ما بيديهمش تعليمات، وهنا تبقى كارثه ومشكله كبيره. واكيد في حساب، وخصوصا الاهلي راح افريقيا، يعني موضوع افريقيا ده موضوع كبير جدا، وانا سمعت كابتن سيد بيقول لسه هيقعدوا معاه بكره يحددوا القايمه، وتحديد القايمه انا متاكد ان هو مش هيكون قراره فردي، لان لو قرار فردي تبقى مشكله عند النادي الاهلي. انا بتكلم على جون انطوي، وكده كده الاداره هتقول له لازم يكون موجود، يعني ومش بس جون انطوي، يعني ده كابتن اللي يفرق معاهم. ده النهارده صفقه الموسم، هتيجي النهارده تقول انا مش عايزه في القائمه الافريقيه، هتبقى كارثه. اجيب لعيب افريقي واقول مش عايزه افريقيا كمان، دي هتبقى مشكله كبيره جدا، هتبقى الامور صعبه ومعقده جدا. يبقى مشكله كبيره عند بيسيرو. كابتن وائل، ازاي الاقي، يعني ازاي يبقى عماد متعب وعمرو جمال وتحول الخطه 4-4-2، ولا تلعب ازاي؟ يعني تغيير حسام عاشور، صاحبه حسام عاشور، ومعاك عماد متعب، ومعاك عمرو جمال، مين اللي هيوصله؟ هل تحولت فجاه ل 4-4-2؟ هو لعب على ان فرقه الداخليه خلاص اقتنعت بنقطه الماتش، هو مش هيهاجموا، يعني حتى مع الشوط الثاني ما اعتقدش ان هم عدوا نص ملعب اصلا بتاع النادي الاهلي، كان بيهاجم بواحد او اثنين لعيبه لغايه ما حصل التعادل. اعتمد على ان يزود رمضان ويزود احمد حمدي مكان حسام عاشور وحسام غالي، ويرجع عبد الله السعيد، واحمد حمدي هو اللي هيساند عبد الله في نص الملعب. هو لعب على نقطه التوقع، وده يعني حاجه كويسه، بس برضو التنفيذ كان غلط. انا شايف يعني
يعني مش عارف ممكن حسين السيد كان ممكن حسين السيد يبقى واحد تخصصه اوفرات. انت فرقه قافله لك العمق ما انتش عارف تخترق من على حسين بسرعته ممكن يعمل 1 2 يوصل بكره عرضيه كويسه في وجود عماد وفي وجود عمرو جمال. انما ان الواضح اللعيبه مش في حاله كويسه يا كابتن, اللعيبه مش جاهزه يعني, اللعيبه مش عارف يعني. الفوزين طبعا الثلاثه اللي حصلوا الماتشات اللي فاتت كانت على فرق ضعيفه جدا. انا ببص في الجدول دلوقتي العشر فرق اللي في الترتيب الاول يا كابتن زكريا واخدين منك 9 بونت انت واخد منهم بونت العشر فرق اللي فوق, اللي هو كان الماتش الوحيد كان ماتش بتروجيت بتهيالي. ايوه بتروجيت الوحيد اللي انت كسبته من 10 فرق اللي فوق. كابتن انت ماتش الشورته كابتن كسبان نتيجه تقيله جدا, ولكن لحد الدقيقه 25 انت ماشي ند بند مع الشورته 2-2 كابتن. انت بتجيب جونين وبيخش فيه جونين. الماتشين اللي فاتوا انت دايما اللي ريحك الماتشين اللي فاتوا خلاك تكسب فوز مريح ان انت كنت بتجيب جول بدري, وده ما شفناهوش يعني. الماتشات دايما اللي النادي الاهلي بيعاني فيها انه ما بيعرفش يجيب جول بدري. دي نقطة برضو تحسب للمدرب انه يبقى اللعيبة نازلة متحفزة جدا عايزة تنهي المباراة بدري, انما مش بالشكل اللي شفناه الشوط الاولاني واحنا عمالين ننتقد في الشوط الاولاني. عايز اكون منصف لعلاء عبد العال في تغييراته طبعا في لا وفي يعني في الوقت اللي خرج فيه حسام عاشور بسيرو ونزل متعب, في نفس الدقيقة خرج احمد صديق ونزل حسام عبد الجواد لعب مدافع بعد ما شاف ان عماد نازل, شاف ان الاهلي هيعتمد على العرضية هيلعب على اثنين مهاجمين فراح منزل حسام عبد الجواد مكان احمد صديق. فده بيقرا ده شايف بيتعامل مع الماتش ان دور عماد متعب 10 دقايق طبعا غلط, مفهوم غلط في كرة القدم. معنى كده ان هو ايقن بكده او بسيره دي وجهة نظر. يعني انا بشوف ان متعب لا ما يستحقش كده يعني. بيسيرو لو هو بيفكر كده في كل مباراه لمتعب ان 10 دقايق وهيجيب جول زي الجول اللي جابها قبل كده, لا ده يبقى مخطئ فنيا خالص. هل يعني بيفكر وهو مزنوق يبقى. هل بيفكر هو مزنوق ولا بيفكر ان ده الطبيعي المتعب؟ ما هو ده مهم, لان هو مش كل يعني هو لو بيبدا يفكر في متعب امتى؟ في وقت ما الاهلي بيبقى مزنوق وفي احتياج لجول, ولا ده هيبقى العادي, ولا يعني برضه ده مهم برضه يعني, ولا يبقى كسبان 3 4 ونازل متعب عشان لا ما هو مفهوم بالظبط يعني. مش منطق يعني. ما هو انا شايف ان المنطق دلوقتي اللي ماشي ان هو يعني متعب هو ال الحل اللي هو الصحي. متعب الدقيقه 90 هو اللي يحرز هدف النادي الاهلي. انا شايف ان الكره ما فيهاش كده احمد يعني, مش كل ما هينزل هيجيب جول عماد يعني. أنا مش ما هو ده بقول لك ده هو بيفكر ازاي. انا بقول لك هو بيفكر ازاي. هو بيفكر كده وهيبقى لود عليك كمان. هو بيفكر طب هو نزل ما جابش جون, طب ما قدمش يعني وظيفته يعني. لا وهل وفي سؤال تاني, هل متعب بدنيا لو انت شايف انه ما يقدرش يبدا ماتش بدنيا ما عندوش غير ربع ساعه؟ ده سؤال مش منطقي برضه. طب ما ده انا بتكلم كمان على الحاله البدنيه بتاعت متعب. اقصده يعني. هل النهارده هو تفكير متعب ان هو كل ما هبقى مزنوق في ماتش ولا كل ما هبقى كابتن احمد النهارده ان هو بيصبر على عمرو برضه ومش في حالته يعني. النهارده بيدي 90 دقيقه لعمرو وهو مش في حالته. كان افضل ممكن تستغل التغييره وتسحب عمرو, وده اللي احنا توقعناه ان التغييره هتكون ممكن على حساب عمرو جمال او على حساب واحد من اللي تحت الفيض. ما توقعناش ان حسام عاشور رغم ان التغييره دي خلاص هو زي ما قال وائل انه راجل شاف ان الداخليه خلاص ما بقتش تهاجم واضطرت ان هي عايزه تخرج كده. ولكن تغيير انا شايفها تغيير خطا, لان الوحيد هو قلب نص الملعب هو حسام عاشور. هو اللعيب الوحيد اللي لو في اي مشكله بالنسبه للنادي الاهلي هو اول خط بيفسد اي هجمه هو حسام عاشور. فعدم وجوده كمان بقى مين اللي موجود؟ احمد حمدي بقى عبد الله واحمد حمدي يعني. معلش ما ينفعش يا جمعه برضه مهما كان الاثنين ما عندهمش يعني. انا بقول لك الداخليه لو عنده جراءه لحد اخر 90 دقيقه انه يكسب المباراه كان كسب المباراه, لان النادي الاهلي بقى نص الملعب عنده فايخ تمام. ما بقاش في نص بس ملعب بس ريسك الاهلي ريسك طبعا يعني. هو الداخليه لو طبع النهارده كان هيعمل لك دوشه اخر 10 دقايق ربع ساعه كان هيعمل باي هجمه. انا بقول لك انا شايف الحاله البدنيه بتاعتهم اتاثرت بالماتش اللي لعبوه من يومين. لا يا جمعه طبعا لا 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 كابتن هو في توجيهات من الكابتن علاء طبعا ان محافظه على النتيجه يعني كده رضا من بدايه من بداية المباراة. لا هو باين ان عارف انت هو خلاص احنا نحافظ على الهدف اللي احنا جبناه, او طالما احنا تعادلنا كمان يبقى نطلع بنقطة قدام النادي الاهلي ده شيء كويس. ولكن انا بقول لك لو الداخلية طمع في المباراة مع النادي الاهلي فتح كل او فتح نص الملعب بالكامل. انا ده فيكوا انا واحنا قاعدين بنتفرج انا قلت لك بص النادي الاهلي بص ديفنس النادي الاهلي بيضغط ونص الملعب مفيش لو اي قريبه كابتن. انت بتتدرب في دفاعاتك وانت بتلعب فول تيم يعني, ومعاك الاثنين ديفندر بتوعك وشغلك مظبوط في الملعب وعندك ورا اخطاء في خط الدفاع بتدرب منه. لما تعمل تغييره زي كده
في ضغط عالي، كان في كوره في اخر 10 دقايق ضغط عالي من 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 المدافعين حجازي ورامي ونص الملعب اللي قدامه، طبعا هو ما يعتبرش نص ملعب، هم نص ملعب مهاجمين كويسين ولكن مدافعين ما بيمتازوش بالناحيه الدفاعيه. لو اي حد قلش كوره وراحت لاي مهاجم من الداخليه انا اعتقد كان عندك حوالي في 30 متر. بس لازم الاهلي يا كابتن يعمل ضغط عالي في ماتش زي ده في اخر 10 دقايق ربع ساعه، خلاص ما عندوش الاصابه الداخليه كلها عن في ما هو يعمل بتاعتها. ما هو يعمل ضغط عالي، بس احنا متفقين ان التغيير ده تغيير فيه ريسك، يعني التغيير ده كان ممكن يكون زي ما انت بتقول عمرو جمال النهارده مش موفق، كان ممكن عماد متعب هو اللي يقوم بالدور ده مكان عمرو جمال، ولكن التغيير دي انا شايف ان هي كانت فيها ريسك، ولكن النهارده الداخليه ساعد ان الراجل ممكن ياخد الريسك ده. انا بقول ان الداخليه لو كان عندها طمع في المباراه في اخر 10 دقايق كانت ممكن كسبت النادي. نروح سريعا برضو لنجوم نادي الداخليه وندي لهم حقهم. احمد صديق نجم نادي الداخليه مع الزميل عمرو مختار، اتفضل عمرو. بيك كابتن سيف، تحدي كل مشاهدين استوديو الحياه، وانتهت مباراه النادي الاهلي والنادي الداخليه بتعادل الفريقين كل منهم. معنا كابتن احمد صديق. يعني احمد صديق نجم، كنت نجم النادي الاهلي النهارده بتلعب في الداخليه، اولا احساسك كنت بتلاعب النادي الاهلي خاصه انت جاي من المدرجات، يعني كنا شايفينك قاعد في المدرجات، الكابتن علاء خدك. نحكي الموقف الاول ونقول لك مبروك. لا مفيش طبعا، الحمد لله النهارده على النتيجه والاداء. لا مفيش والله، انا كنت موجود في الاحتياطي وعامر صبري كان بادئ، لكن جاله شد في السمانه كده ولنا نصيب احنا نلعب النهارده الحمد لله. الحمد لله. شايف النهارده تعادل النادي الاهلي بمثابه فوز؟ يعني برضه سؤال مهم اكيد الناس بتفكر فيه، يعني هل الاوراق اللي موجوده عند النادي الاهلي يستطيع بسير ان هو يعني يعدل من اوراقه الفتره الجايه، خصوصا في غيابات كبيره داخل على لقاء مهم ولقاء النادي الاسماعيلي، وعنده غياب حسام غالي وعنده عمرو جمال برضه طالع بشد، عنده صالح جمعه مش هيكون موجود اللقاء القادم، عنده حسام عاشور مش هيكون موجود اللقاء القادم، عنده شريف اكرامي برضه اموره ما تحددتش ونتمنى له ان شاء الله السلامه، نتمنى له ان هو يكون موجود. هل الاوراق اللي موجوده تقدر ان هي تحل محل اللعيبه دي الماتش الجاي يا كابتن احمد؟ والله طبعا يعني هو وايد طبعا الاوراق اللي موجوده ان هي تحل المحل، بس مهم ان هي ما تبعدش اكتر من كده. يعني انا زي ما بقول لك ان هو مثلا عنده احمد عبد الظاهر بعيد قوي، يعني جون انتوي نفس الحكايه بعيد، انما في خلل في نص الملعب في النادي الاهلي، لان هو دايما الاعتماد بيبقى على حسام عاشور وعلى حسام غالي، الاثنين دول لو مش موجودين مشكله كبيره جدا للنادي الاهلي. حتى عبد الله السعيد لما بيقوم بالدور ده هو بيقوم تكميليا، انما هو مش 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 واجبات عليه، لانه عبد الله السعيد ما بيمتاز بالناحيه الدفاعيه زي حسام غالي وزي حسام عاشور، فالاثنين لو مش موجودين دي تبقى مشكله بالنسبه للنادي الاهلي. ممكن الراجل يلعب بواحد في نص الملعب ويلعب اثنين على اثنين، واحد على اليمين واحد على شماله، عشان طبعا غياب لو حسام عاشور وحسام غالي. انما في يعني عبد الله السعيد اعتقد انه موجود، مؤمن موجود، رمضان صبحي موجود، الركائز اللي هي الاساسيه اللي هي بتلعب تحت راس الحرب او المنطقه الاهم والاخطر للنادي الاهلي موجوده، مفيش فيها فقدان لعيبه كتير، انا اعتقد ان مفيش مشكله بالنسبه للنادي الاهلي. ولكن النادي الاهلي لازم زي ما قال الكابتن زكريا مهمه جدا، يبحث عن شخصيه النادي الاهلي جوه الملعب. شخصيه النادي الاهلي مش موجوده جوه الملعب، فرض السيطره من لعيبه النادي الاهلي مش موجوده جوه الملعب، فشخصيه النادي الاهلي دي مش موجوده، مهم ان هي ترجع تاني تبقى موجوده من خلال اللعيبه اللي موجوده جوه النادي الاهلي. كابتن زكريا مش هنقدر نقول كده، ولكن هو الوضع بيقول كده ان شخصيه النادي الاهلي الفتره اللي فاتت كلها مش قادر ترجع مع الاجنبي، يعني بنشوف كل الانتصارات بتيجي على فترات، كابتن محمد يوسف رحل جه بعديه مدير فني اجنبي لم يوفق، جه كابتن زيزو فتره قصيره جدا كسب ماتش او اخذ بطوله، جه بعد كده الاجنبي لم يوفق،
يعني هل دي ممكن تكون بداية عهد جديد للنادي الأهلي إن الأجنبي ما يكونش موفق معاه؟ وجماهير الأهلي مش هتتحمل موسم كمان، يعني الموسم اللي فات راح من النادي الأهلي دوري وكاس وأفريقيا، وبالتالي الموسم ده لا بديل عن تحقيق بطولات، أهمها البطولة المفضلة النادي الدوري العام، ثم البطولة الأكبر وهي بطولة أفريقيا اللي دخل عليها ابتداء من بكرة من تحديد القائمة، ودي نقطة فارقة لبيسيرو مع إدارة النادي الأهلي في القائمة وشكلها وتحديد مين اللي هيكون موجود. بالنسبة للمباراة القادمة وفي سؤالك، المباراة القادمة مع الإسماعيلي، الإسماعيلي أداؤه مش جيد ولكن أداء متوسط، لكن قصاد النادي الأهلي هنلاقيه أداء جيد بطبيعة الحال، الناس كلها بتستعد لمباراة النادي الأهلي، الناس هتطمع في النادي الأهلي، ولكن مباراة الإسماعيلي القادمة مع النادي الأهلي في برج العرب، وبالتالي المفروض ما فيش حجة للملعب. لكن يتبقى في الجزء اللي قاله كابتن أحمد وهي شخصية النادي الأهلي، بيسيرو عايز إيه من الماتش؟ عايز يلعب إزاي قصاد الإسماعيلي؟ أني استراتيجية قصاد الإسماعيلي؟ أني طريقة لعب تتناسب مع إمكانيات لعيبة؟ لأن أنا برضو من عندي قدرات لعيبة وممكن أقول طريقة لعب ما تتناسبش معه، وبالتالي توظيف اللعيبة على طريقة اللعب ده جزء صعب قوي، تكليف اللعيبة بتعليمات ده جزء مهم قوي، مع الاعتبار ان اللاعب هو صاحب القرار، هو اللي بيبتكر، هو اللي بيبدع، وبالتالي معادلة صعبة قوي بين انك تسيب لعيبة تبدع وتبتكر وبين لعيبة تضغط عليها بتعليمات وتكليفات، دي معادلة المدير الفني بذكائه بشخصيته يقدر يوفر ده. لكن يتبقى الناس اللي ما بتلعبش، المقيد في النادي الأهلي المفروض انه ينزل يلعب، يعني انا ما اقتنعش ان في لعيب اصل ما ياخدش فرصة بقاله فترة ينزل ياخد، لا ينزل ويلعب، لان ما هو مين احنا بنتكلم عن احمد الشيخ هينزل يلعب، انتوي هينزل يلعب، محمد حمدي زكي هينزل يلعب، يبقى اذا ما اقفش عند حتة اصله بقاله فترة ما بيلعبش، ما هو هيلعب قصاد فرقة أداءها متوسط، هي اسم كبير الإسماعيلي بس أداءها متوسط، محتاجة تجهيز، محتاجة جمل، محتاجة لا الأهل. ومحتاجة ثقة كمان في اللاعب، إن أنا كمدير فني إزاي أبقى عندي ثقة في اللاعب وأديها له وأوفرها له وأخد منه اللي أنا عايزه في توقيت معين، وبالتالي هي معادلة صعبة جدا على بيسيرو، المفروض إن معاه مساعدين، ودي نقطة هامة جدا، إن المفروض إن معاه محلل أداء مفروض. طيب ده دوره ايه؟ عايزينها تبقى واضحه، لان احنا مش شايفين لا تحليل اداء لاعيبه الاهلي ولا تحليل اداء للمنافس. المشكله كمان ودي نقطه اعتقد انها علامه استفهام، ان اللقاءات الجايه مش هتساعده كمان، لان اللقاءات جامده، عدى اللقاءات السهله وداخل في لقاءات صعبه، الداخليه النهارده الاسماعيلي، الماتش اللي جاي امور صعبه من اصعب. هنروح سريعا برضو لجمهورنا اللي متابع معانا، كنا عاملين مسابقه داخل استوديو الحياه، من هو الفريق الفائز بكأس السوبر الماضي، وفازت معانا أستاذة شيرين رمضان، وكانت المفروض تبقى معانا النهارده على الهواء ولكن ما جاتش جايزتنا النهارده 2000 جنيه، وفي إن شاء الله بإذن الله برضو المسابقة مكملين معاكم لحد الأسبوع اللي جاي. أستاذة شيرين مساء الخير. أهلا. أيوه مساء الخير يا فندم، إزاي حضرتك؟ مساء النور. أهلا وسهلا، أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام؟ أه الحمد لله. ألف مبروك يا فندم وتحيات نجومنا داخل الاستوديو. الله يبارك فيك. الله يبارك في حضرتك. طب حضرتك يعني كان نفسي حضرتك تشرفينا تستلمي الجايزه؟ هو في ظروف والله وما عرفتش اوصل للمكان، انا ما اعرفش مصر كويس يعني. ما فيش مشكله. حضرتك اهلاويه ولا زملكاويه يا فندم؟ ايه حضرتك اهلاويه ولا زملكاويه؟ هتفرق دي يعني؟ طبعا هتفرق، ما فيش فلوس غير ما نعرف يا فندم. بس بلاش دعوه يعني، كل واحد له حريه شخصيه يعني. اهلاويه. اهلاويه يا فندم. طيب. لا ان شاء الله باذن الله يا فندم. مفيش في حد تاني في البيت زملكاوي يا فندم ولا حاجه؟ عجبني صغير. ربنا يخليه لك. الف الله يبارك فيك. الف مبروك يا فندم، والكنترول هيتواصل مع حضرتك وهم يعني هيتفقوا مع حضرتك على تسليم الجائزه، ومبروك وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذه شيرين رمضان. وال سؤال بقى الاسبوع ده ممكن ينزل لنا على الشاشه دلوقتي، سؤال الاسبوع ده
ومكملين معاكم اسبوع ان شاء الله باذن الله. برضو هيكون معانا الفائز ان شاء الله الاسبوع الجاي ويستلم الجائزه من على الهواء. مش عارف حاسس ان الصاره طمعان في الجائزه. ينفع نقدم في الجائزه؟ انت متجاوب دلوقتي من هو الفريق الفائز بكاس مصر الموسم الماضي؟ اصل انا بس يعني فاجئت ان انتوا عاملين جوائز وكده، فينفع نقدم فيها وكده؟ احنا عاملين حاجات تبسطك السنه دي، ما تقلقش يا صقر. ايوه طيب، من هو الفريق الفائز بكاس مصر الموسم الماضي؟ الاهلي، سموحه، الزمالك. طب اكتبوا يا جماعه الفرق. برضو 2000 جنيه ان شاء الله مكملين معانا اسبوع باذن الله. كابتن وائل، يعني في روشته كده بسيطه حلول النادي الاهلي. يعني حلول طبعا الراجل يتعامل بواقعيه ومنطقيه مع المشاكل اللي فيها الفرقه، يشوف مصلحه الفرقه فين، يشوف اللعيبه زي ما الكابتن زكريا قال دلوقتي، يعني يسمع للناس اللي معاه، الناس اللي شايفه الفرقه كويس وعارفه الفرقه كويس. المفروض ان بقاله كام شهر مع النادي دلوقتي، عارف اللعيبه كويس قوي. يعني مستحيل، انا واحد من الناس بسال على اللعيبه اللي ما بتلعبش، يا كابتن زكريا اللعيب ده ما بيلعبش ليه وحالته عامله ايه؟ ومن الناس اللي الناس اللي جوه الفرقه بيتكلموا عليهم كويس، جون انطول بيتمرن كويس. بس هو الفكره انا حته القابليه، قبول ان الراجل يلعب او ما يلعبش، بيقولوا ان هو بيلعب كويس، بيتمرن كويس في التمرين وبيأدي كويس وبيأدي بجديه. طبعا المدرب الاجنبي اكيد بيشوف التمرين كل يوم وبيعتمد على الناس اللي بيشوفها بتتمرن كويس. فسالت على جون انطول، قالوا بيتمرن كويس جدا ومش بيكسل يعني فلازم الكلام ده كله يبقى في الحسابات. النادي الاهلي لازم يكسب يا كابتن سيف باي حال من الاحوال، لازم يكسب. مكسب بيغطي اخطاء كتير جدا، بيغطي مشاكل كتير جدا جوه الفرقه. بس كابتن في مكسب ما يبسطكش، وفي خساره ما تزعلكش، بيجي لك وقت يعني يا كابتن، يعني لازم تتعامل مع الموقف اللي انت فيه. لا مش قصدي يا كابتن، انا قصدي ان ساعات بيبقى في مؤشر مكسب ما يبقاش مطمنك، يعني زي مكسب ماتش الانتاج الحربي. الانتاج راكب المباراه بشكل كبير، مادي بشكل كويس، تكسب في اخر 5 دقايق جمهورك فرحان 3 بونت، ولكن جمهورك مش مطمن، ما عندوش احساس ان انت الماتش الجاي انت راجع فنيا، مش مديله احساس. وفي ساعات خساره ما تزعلكش، تقول ان دي كبه وهتطلع. وفي ساعات خساره تحسك انك ما جيتش اللقاء. وانا واحد زي محمد هاني لما يبقى احسن لعيب الماتشين اللي فاتوا يا كابتن سيف وقعده، يبقى انا عايز ايه؟ هتقول لي روتيشن؟ ده محمد هاني عنده 20 سنه بالزبط. عنده 22 سنه بالظبط. قعدوا يعني عشان يقدر يلعب كل 72 ساعه بالظبط. واحد زي احمد فتحي ادى الماتش اللي فات في نص الملعب كويس، خليه يكمل في نص الملعب. بس على حساب عاشور وغالي هتبقى الامور صعبه. ايه اللي صعب فيها؟ ايه الصعب فيها؟ مصلحه الفرقه فين؟ طيب غالي غايب لقائنا، ومصلحه الفرقه فين؟ مصلحه الفرقه فين يا احمد؟ يعني الافضل غالي ولا احمد فتحي يا كابتن؟ غالي ولا احمد فتحي؟ انا هو برضو اللي يقول، بس انا بتكلم في نقطه. زعل ولا واحد منهم؟ انا مش عايز. انا كلامي هيبقى فيه حساسيه جامده جدا يا كابتن. بص انا كلامي هيتاخد بحساسيه. انا هقول مكان جمعه. انا كلامي هيتاخد بحساسيه. انا هقول مكان جمعه. انا حريص جدا في كلامي، لان اللعيبه بتزعل برضو. اللعيبه لسه في علاقات بيني وبينهم وكلام ده. ما انت كابتن بتطالب النهارده فتحي انه ياخد على حساب مين في نص الملعب؟ ما هم اثنين، ما هي مالهاش ثالث. مش تقدر تدي فتحي في نص الملعب وتدي غالي وعاشور، هتديها على حساب حسام غالي ولا حسام عاشور؟ دي بتاعت المدرب. هو المدرب، هو الروتيشن. الروتيشن معناه ان انا في لعيبه ما تقدرش تستحمل تلعب كل 4 ايام، منهم فتحي وده مش غلط على فكره، منهم حسام غالي ومش غلط، لان اللعيب يقدر يأدي كل اسبوع مباراه، وفي كل اللعيبه تقدر. وفي حاجه بس مش كل اللعيبه تقدر، يعني زي ما بيقول وائل، معلش يا احمد، نهاني ما ينفعش اعمل له روتيشن. رمضان صبحي ما ينفعش اعمل له روتيشن. لا وفي حاجه كمان وفي حاجه يا كابتن، انا عايز يعني حسام مثلا جاي موقوف مباراتين، فممكن خلاص انت في ثبات ان احمد فتحي بقى موجود في نص الملعب، خلاص يفضل مكمل لحد ما يرجع حسام يرجع تاني. ولكن هو ولكن مثلا هو حب يدخل حسام، حسام كان موقوف مباراتين واحمد فتحي ادى بالشكل ده، فممكن ان انا امشي بنفس التشكيل اللي موجود وافضل سايب محمد هاني. كابتن حسام مش جاي من اصابه عشان ترجعه تدريجي، ده جاي من وقت ماتشين وهو مستوى عالي. كابتن سيف انا ما بتكلمش تدريجي، ما هو الفرقه طالما ماشيه بشكل كويس. ما هي مش ماشيه بشكل كويس يا كابتن. ما انا انا فاهم بس يا كابتن، ما الناس طلعت بعد الماتشين اللي فاتوا بتاع الشرطه وبتاع المقاولين اتكلموا، انا عايز ان الفرقه كويسه. لا لا انا هقول لك، انت يا كابتن لسه بتقول دلوقتي دول مش لقائين تقدر تحكم عليهم. ايوه ماشي، انت فاكر مش عايز امشي ورا كلامك. انا قلت لك لما الاهلي كسب الماتشين دول، قلت لك ان على النادي الاهلي، وكان حتى كابتن زكريا موجود في الاستوديو دايما، ما يتخدعش في النتائج. نتائج النادي الاهلي نتائج خادعه، اداء النادي الاهلي اداء خادع. النادي الاهلي دخل في ماتشات ثقيله، في مشكله ممكن تواجه النادي الاهلي، لان حتى ماتش الشرطه اللي كسب فيه النادي الاهلي 7 كان لقاء خادع. يعني الشرطه في اول ثلث ساعه لا هو ند للنادي الاهلي،
تحس ان مفيش اي فوقات، ولكن النادي الاهلي خطف اجوان والشرطه استسلم تام. نفس الحكايه ماتش المقاولين، كلنا قلنا ان المقاولين كان مستسلم استسلام تام بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن انا بتكلم على ان في لعيبه بتبقى ماشيه بشكل كويس افضل سايبها في الملعب طالما ماشيه بشكل كويس. حسام غالي النهارده بعد عشان الايقاف، ممكن يبقى حسام موجود مفيش مشكله، حسام لعيب كبير وحسام لعيب مهم ومهم يكون موجود في نص الملعب، بس طالما في ناس ماشيه كويس يبقى هي اللي تفضل مكمله. يعني محمد هاني انا شايف ان هو ماشي في الجنب ده كويس، ولعيب صغير في السن ومفتاح بالنسبه للنادي الاهلي، افضل سايبه مكمل في مكانه. ماليش دعوه بقى مين موجود لعيب كبير مين موجود لعيب صغير، يفضل ماشي في مكانه. احمد فتحي نفس الحكايه، لو هو شايف ان حسام غالي في نص الملعب افيد من احمد فتحي، لا يبقى احمد فتحي ممكن يبقى موجود، يبقى موجود ومفيش مشكله خالص. وعلى حسب المنافس طبعا، وعلى حسب طبيعه، وعلى حسب طبيعه المنافس اللي قدامك، وعلى حسب قوه الماتش اللي انت محتاجه. يعني النهارده احنا بنقول كلنا صالح جمعه عبد الله السعيد الاثنين لا لازم حد يبقى على حساب حد، انما الاثنين مع بعض ان انا اوجد لهم مكان عشان طب ما هو ده قلل من الخط الامامي بتاع النادي الاهلي. لو رمضان صبحي اللي بدا اعتقد ان كانت هتبقى قوه النادي الاهلي او هجوم النادي الاهلي اقوى من ان يكون، لان صالح طريقه لعبه نفس طريقه لعب عبد الله السعيد. فانت النهارده عشان تطيد الاثنين رحت حاطط اثنين على حساب ايه؟ على حساب فريق النادي الاهلي. طيب برضو يعني كنا بنتكلم دلوقتي يا كابتن، ويعني بنستفسر هل ممكن تكون الظروف اللي بيمر بيها النادي الاهلي ليها علاقه يعني بالموضوع؟ ونروح سريعا برضو للناقد الرياضي الكبير الاستاذ اسامه بوزيد، ويعني هو اول من نشر ورق ملف النادي الاهلي ومن المخطئ في عده الانتخابات، هل مجلس الاداره هل وزاره الشباب والرياضه؟ اسامه بيه مساء الخير. كابتن سيف ازاي حضرتك وكل النجوم اللي حواليك طيبين وبخير دايما يا رب. ازيك يا فندم ازاي حضرتك وتحيات كاب زكريا وكابتن وائل جمعه وكابتن احمد حسن. اهلا وسهلا بيكم كلهم على دماغنا، اهلا وسهلا بيكم نجوم كبار واصدقاء اعزاء. يعني اتكلمنا ان حضرتك اول من عرضت مستندات النادي الاهلي والجوابات والمراسلات ما بين الوزاره وما بين النادي الاهلي، وكان في جوابات الحقيقه برضو من الوزاره او من منطقه القاهره لا او مديريه القاهره للنادي الاهلي، وقالوا ان في جوابات تانية بعتها الكابتن حسن حمدي برضو على ان هو الاجراءات غلط وان هو بيخلي مسؤوليته وان هو مش عايز يقيم انتخابات، ولكن الجوابات دي ما ظهرتش. بسم الله. هو كابتن سيف في البدايه انا بشكر حضرتك على ان انت بتدي الناس حقوقها. احنا فعلا في اخبار رياضه انفردنا بالموضوع ده بالمستندات، ان كان مدير شباب الرياضه بالقاهره الاستاذ محمد سويلم وكيل الوزاره وراجل محترم، كان فعلا حصل ما يقرب من حوالي 20 مراسله ما بينه وبين مجلس اداره النادي الاهلي، وده كان في عهد الوزير طاهر ابو زيد، بحيث ان هو الراجل كان بيحذر من اجراء الانتخابات او اجراءات ابطال اجراءاتها باي قضيه تترفع هتبقى فورا هتتحل، على اساس ان النادي الاهلي تباطأ في بعض البنود المهمه جدا اللي كان الناس مستعجله فيها، اللي هي او طبيعيه اللي هي حضرتك نشر اسماء الاعضاء واللي كان منها ما اتحطتش جوه النادي الاهلي اللي متاخر جدا، كان لازم مجلس اداره النادي الاهلي بعد فتح الباب وقفل الباب يعمل مجلس اداره بحيث ان هو يشوف اسماء المرشحين ويشوف لو في طعون عليهم او في بعض الملاحظات عليهم وبعثهم للجهه الاداريه، ده ما تمش. كان الناس شايفه ان كل التاخير ده في حين اي قضيه تترفع ممكن تعجل بحل مجلس الاداره، لكن عاوز اقول في نفس الوقت ان كان الاجراء الانتخابات اللي اتعملت انتخابات مجلس اداره الاهلي او اي مجلس اداره ما كانش فيه اي تدخل فيها، وكانت انتخابات للامانه نزيهه جدا جدا جدا. لكن لا انا مش قصدي كده فندم، انا قصدي بس لان انا الحقيقه يعني اتصل بيا مسؤولين من الجانبين من المجلس ده ومن المجلس ده وقالوا لي، وانا شايف عنوان حضرتك هنا سويلم حذر وانذر وابو زيد تجاهل التخلص وبتجاهل التخلص من حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب وكابتن حسن حمدي، يعني هو حذر الكابتن طاهر ابو زيد ان الانتخابات دي يعني التخلص من المجلس الموجود هيكون فيه مشكله، وهو ده اللي قاله جابت الكابتن حسن حمدي، قاله ان احنا الكابتن طاهر ابو زيد كان بيدير الانتخابات وكانت ايدينا مغلوله واحنا رفضنا اكتر مره ان احنا نقيم انتخابات ولكن الناس صممت. هو بعد اذن حضرتك الجوابات دي لو موجوده في المجلس اداره النادي الاهلي السابق حد يطلعها، وده حقهم طبيعي جدا ان هم يدافعوا عن نفسهم ويقولوا هذا الكلام، لكن احنا لما جينا نشرنا موقف الجهه الاداريه او موقف الوزاره او ده بالمستند، فبالتالي كلام ان احنا بعتنا او ان احنا كان في تباطؤ او من قبل مجلس اداره النادي الاهلي. ما هو استاذ ابراهيم داوود يا فندم، استاذ ابراهيم داوود برضو عمل معايا مداخله اسامه
وقال لي يعني قال لي يا فندم حضرتك لما تيجي تعرض الورق لازم تعرضه كله. طلبت منه بقيه الجوابات، قال لي لا يا فندم في جوابات بعتها الكابتن حسن حمدي للوزاره للكابتن طاهر ابو زيد بيقول له ان انا ما اقدرش اعمل انتخابات، الانتخابات دي باطله، ولكن كان في تمسك ان انتخابات تتعمل. وما جه المهندس خالد عبد العزيز صمموا انتخابات تتعمل في ميعادها، وكان الكابتن حسن حمدي وكابتن محمود خطيب كانوا رافضين اجراء الانتخابات، وقالوا ان الكابتن حسن حمدي اياميها اتهموه ان هو بيتمسك بالكرسي وان الكلام ده ما كانش مظبوط. انا بدي كل واحد حقه بس بمنتهى الصراحه. يعني مصر كلها كان في التوقيت ده كانت عايزه الانتخابات تتعمل، ومصر كلها كانت عاوزه نحس ان احنا بحاله استقرار فالانتخابات تتعمل، والانتخابات كشق انتخابات نزيهه وشفافيه كانت تتعمل. كان الناس كلها كان ربما مجلس الكابتن حسن حمدي اياميها كان عليه مشاكل كثيره جدا في الفتره دي، وتحديدا بعد الثوره والكلام ده كله، والناس كلها احيانا كانت بتطالب لابد من التعديل والتغيير، وده اللي تم على ايد محمود طاهر لما كسب. كابتن داوود استاذنا او استاذ داوود استاذي وصديقي وراجل محترم جدا جدا، احنا دايما بنتكلم بنقول بالورق. والله لو مجلس اداره النادي الاهلي السابق كان عنده الورق اللي هو بيؤيد موقفه، او ان هو كان بعت او بيحذر او عايز ياجل والكلام ده كله، اعتقد هيطلعه. لكن لازم نحط في النقطه على الحروف ان النادي الاهلي او اعضاء النادي الاهلي كانوا في الفتره دي عاوزين التغيير، وده اللي تم بدليل ان كان اعتقد حسب ما اتذكر ان كان مجلس اداره النادي الاهلي كان بيؤيد مرشح معين، واللي حصل حصل. احنا عايزين نوصل في النهايه كابتن سيف، وده وجهه نظري، ان لازم الامور دي تتلم، لان احنا في موقف دولي ربما يصدر في حاله قرار حل او ده كلام، ان في ناس كتير جدا ادرى مني بالامور القانونيه، هيبقى موقفنا صعب جدا. طب هناك برضه يا فندم اقاويل ان الورق ده حضرتك اخذته بطريقه رسميه ولا من مصادر معينه؟ ما لازم يكون في مصدر طبعا بالتاكيد. تمام. طيب انا مش حاضر طبعا اسال حضرتك على المصدر، ولكن هناك اقاويل ان وزاره الشباب والرياضه طلعت الورق ده عشان تبرئ نفسها، او طلعت الورق ده من طرف واحد. هي وزاره الشباب والرياضه مش متهمه اساسا تبرئ نفسها. لا متهمه طبعا. لا متهمه يا فندم، هو دلوقتي مجلس المهندس محمود طاهر بيقول انا لازم اجيب حق الجمعيه العموميه واعرف مين اللي باظ الانتخابات ومين المسؤول. المسؤول جهتين، يا مجلس الاداره برئاسه كابتن حسن حمدي، يا وزاره الشباب والرياضه في وجود المهندس خالد عبد العزيز، يا في وجود الكابتن طاهر ابو زيد. هم دول الثلاث جهات اللي عليهم الكلام. الورق ده النهارده اما طلع بيخلي مسؤوليه وزاره الشباب والرياضه، وبتقول ان انا بلغت الكابتن حسن حمدي والكابتن حسن صمم يعمل انتخابات. على النقيض الناحيه الثانيه بتقول ان الكابتن حسن حمدي ما كانش عايز يعمل انتخابات اصلا، وهم ضغطوا عليه عشان يعمل انتخابات. ضغطوا عليه في حضرتك، هو النهارده الانتخابات لما جت تحدد الكنتار ابو زيد ما حددها كده، ما كملش انتخابات، جه بعديه المهندس خالد عبد العزيز. لا هو الكابتن طاهر فتح الباب. صح، فتح الباب، وبعد كده جه مظبوط يا فندم. وبعد كده لما جه الملف كله على اللي هو اللي بعته لمدير الشباب والرياضه مدير الشباب والرياضه بالقاهره على الوزاره، بحيث ان هو يشوف الموقف القانوني ايه للنادي الاهلي من حيث التاخير في الاجراءات ولا عدم تعليق الامور دي كلها، والتكلفه دي هتبقى ادار مال عام والكلام ده كله. الوزير خالد عبد العزيز حولها للشؤون القانونيه في الوزاره، الشؤون القانونيه في الوزاره ردت قالت لك ان التاخير ده لا يعطل او لا يحل او لا يطعن، هيبقى امر عادي. الامور القانونيه دي بتلاقي فتوى واحده 100 طريقه و100 كل شكل طريقه، يعني واحد يقول لك دي صح واحد يقول ده غلط. افضل حاجه هي المواجهه بالمستندات. الوزاره لو عايزه تبرر نفسها طلعت القرارات اللي هي واخداها او الاوراق المراسلات اللي هي بينها وبين النادي الاهلي، على النادي الاهلي الان ان هو يطلع المستندات اللي عنده اللي كان بيأيد بها موقفه. مظبوط. لكن الى الان اين انا بقول موقف الوزاره اللي هي مظبوط. طيب. النادي الاهلي بقى عنده المستندات دي. استاذ اسامه كابتن استاذ حضرتك بس كابتن زكريا عايز يتكلم مع حضرتك. تحت امرك. استاذ اسامه مساء الخير، اولا بحييك على ان ليك مصادر وقدرت تطلع اوراق رسميه. ربنا يخليك. توقيتها كمان كان مهم جدا انك تطلعه. لإدانة النادي الأهلي أو المجلس السابق، لكن أرجو أن المصدر حضرتك تطلب منه أن يجيب لك باقي المستندات، لأن الوزارة فيها مستندات، لأن مجلس إدارة النادي الأهلي السابق مش هيقدر يجيب المستندات اللي من جوه النادي الأهلي ويقول لهم طلعوها، هو أوت، هو خرج من المجلس، مش هيقدر يطلب الورق ده. بس اللي عايز أقوله لك أن في بعض التفاصيل يمكن مش واصلة عند حضرتك قوي. بالنسبة للجنة الثلاثية اللي كانت مشكلة واتغيرت، ودي برضو اعتقد ان ليها مستندات برضو
بالنسبه للجنه الثلاثيه اللي كان ليها دور في تغييرها من قبل الوزير السابق مش الوزير الحالي. فعلا الكلام ده موجود، وانا كتبت في نفس الموضوع في البند ده حضرتك، ودي ممكن تكون نقطه في صالح المجلس الاهلي، ان فعلا المجلس الاهلي قدم ثلاث اسماء وتم اقرارها فعلا، وبعد كده الوزير اعتقد دي كانت ايام كابتن طاهر ابو زيد غير اللجنه حسب ما اتذكر، يعني ان كابتن طاهر ابو زيد غيرها، ودي فعلا دي نقطه مهمه جدا جدا. لكن لما نيجي في النهايه نقول التغيير والكلام ده كله، ما ده بيدي فرصه للطعن على الاجراءات برضه، يعني دي من ضمن الاجراءات، ودي ممكن ربما تكون مشاركه في قرار الحل. معاك كابتن زكريا؟ حضرتك انا معاك سامعينك. اتفضل. واخد بال حضرتك؟ فعلا انا كتبت الكلام ده وكلام حضرتك مظبوط، لكن بالنسبه لحته وجود قرارات المجلس الاهلي مش هيقدر يجيبها، انا اعتقد هناك اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي محترمين جدا، علاقه طيبه جدا جدا بمجلس اداره النادي الاهلي السابق، وكل القرارات او المراسلات موجوده في ارشيف النادي الاهلي. صح. فبامر طبيعي لو خرج. لا هي موجوده، احنا متاكدين جايز المصدر ما قدرش يجيب لك كل المستندات، يعني موجوده ويقدر يجيبها. استاذ اسامه بشكرك يا فندم، بتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا نقدر الكبير استاذ اسامه ابو زيد. كابتن زكريا بشكرك. بشكرك جزيلا. بشكرك كابتن سيف، شرفتني ونورتني. كابتن وائل بشكرك، شكرا جزيلا. شكرا كابتن سيف. كابتن احمد بشكرك، شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني.